إيه؟ تخص أولادنا وما أولادنا إلا أكبادنا تمشي على الأرض، وقد أمرنا أن نكون متحملين لمسؤوليتنا تجاههم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا قائلا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل في كتابه الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلنتحمل مسؤولياتنا تجاه هؤلاء الأبناء، ولنساعد في خلق وعي مجتمعي حول هذا الموضوع، ارتأينا أن يكون هذا الحوار حوله نظرا لأهمية هذا الموضوع. وهدفنا في هذه الندوة أن نسلط الضوء على هذا الموضوع المهم من زوايا متعددة، وأن نطرح الإشكاليات والظروف التي تقلل من تركيز أولادنا وتؤدي إلى تشتت انتباههم. وكذلك من أهدافنا أن نقدم الطرق الإيجابية التي تساعدهم على التركيز، ومن ثم تؤدي إلى رفع مستواهم العلمي والعملي بعد ذلك. وكذلك فإنه مساهمة منا في نشر الوعي لدى الأمهات والآباء والمؤسسات التربوية والتعليمية، فإن هذه الندوة يشكل انطلاقة لإيجاد بيئة داعمة لأولادنا بقدر المستطاع. يصطحبنا في هذه الندوة الضيفات الكريمات الدكتورة نجوى بنوت، وهي معالجة نفسية ومجازة من وزارة الصحة بلبنان، واختصاصية تربوية وأسرية. دكتورة نجوى لها نشاطات عديدة ما شاء الله في هذا المجال، وهي أيضا عضو بمجلس منصة المرأة المسلمة. ومعنا أيضا الدكتورة جميلة بوحجة من تونس، وهي معلمة كتاب لكتاب الله تعالى، وأيضا مدربة في برامج التربية الذكية أو في برنامج التربية الذكية للأولياء والأطفال والمربين، ومستشارة مختصة في التربية والعلاقات الأسرية، وقامت بعدة نوادي وورشات في هذا المجال. وكذلك معنا الأستاذ سماح الحصري، عضو مجلس إدارة منصة المرأة المسلمة، وهي اختصاصية في التغذية العلاجية والطب التكميلي، وباحثة في الطب النبوي وفي الأعشاب، ومدير في شركة المنهاج للنباتات الطبيعية، فهي مهتمة بالمجالات التغذوية والصحية. أرحب بالضيفات الكريمات، وننطلق بإذن الله تعالى في هذه الندوة التي تتضمن ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول هو المحور النفسي الاجتماعي، وستكون معنا فيه الدكتورة نجوى بنوت، من ثم ننطلق بعدها إلى الدكتورة أو الأستاذة جميلة بوحجة، وستتكلم عن هذا الموضوع من الجوانب أو من الجانب التربوي، لننتقل بعدها إلى الجانب الصحي والذي ستغطيه الأستاذة سماح الحصري. فأهلا بكم أحبابي الكرام. نبدأ معك دكتورة نجوى بنوت، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك دكتورتنا الفاضلة، أنت ستكلميننا عن الجانب النفسي والاجتماعي، والحوار يتركز في عديد النقاط، منها تعريف التشتت وأسبابه وأعراض هذا الأمر، من ثم ننتقل إلى الأمراض النفسية المصاحبة له، وسنسأل عن متى يجب أن يكون هناك طلب للمساعدة ونصايح عامة. فنبدأ معك على بركة الله في البداية، وكيف نعرف هذا الأمر تشتت الانتباه؟ تمام. بداية لما نحن عم نحكي عن موضوع يعني كعنوان اللقاء اليوم أولادنا بين التشتت والتركيز، لابد من أنه نعرف مفهوم التركيز. التركيز هو أعلى درجات الانتباه، وهو طبعاً عكس التشتيت، يعني يكون الشخص عم بيركز انتباهه على موضوع أو مضمون معين. وطبعاً التركيز منه بالأمر السهل نظراً لوجود العديد من المشتتات بالبيئة المحيطة بالإنسان بشكل عام.
فإذا تشتت الانتباه هو تحويل الانتباه أو انتباه الفرد عن المهمة اللي بيكون عم بيقوم فيها. واليوم نحن عم نحكي تحديداً عن الأبناء، يعني عن مرحلة الطفولة المبكرة، وفينا نكون عم نوصل لمرحلة المراهقة. طيب المشتتات شو هي؟ شو ممكن تكون المشتتات اللي موجودة حول الفرد اللي ممكن أنه تأثر على تركيزه؟ عندنا طبعا وهي الضوضاء، الأصوات المرتفعة، الأماكن المزدحمة، هون بتأثر على التركيز. عندنا الضغوط والانشغال لما بيكون الإنسان عنده عدة مهمات بده يقوم فيها، هذا الشيء بيأثر على تركيزه وعلى انتباهه. وبينتج عن هذا الأمر وجود العديد من المشتتات حول الإنسان، ينتج عنه قلة التركيز، ينتج عنه زيادة بمعدل النسيان، ينتج عنه اضطرابات حتى كمان مثل اضطراب النوم لوجود هالضغوطات يلي هو عم بيعاني منها. طبعا نحن اليوم لما عم نحكي عن التركيز والمشتتات، عم نحكي اليوم عن مرض او اعراض او اضطراب خلينا نقول، وعندنا اعراض وعندنا اسباب لهيدي المشكله. فاليوم المشكله يلي نحن عم نشوفها او الاعراض يلي عم نشوفها اسبابها تختلف تماما عن الظاهر لنا. اذا جينا نحكي عن الاسباب والأعراض اللي بتوصل لاضطراب الانتباه عند الأبناء، فهي متعلقة بالعديد من الجوانب. طبعا أنا رح أكون عم بحكيها بشكل مختصر وعناوين عريضة لأنه اليوم هذا الموضوع جدا كبير والحديث عنه يحتاج لساعات. فالأسباب اللي بتؤدي لتشتت الانتباه عند الأبناء، في عنا أسباب تتعلق بالمخ، يعني خلل بوظائف الدماغ. عنا كمان أسباب تتعلق بالوراثة، الجينات والأمراض المزمنة وتأخر بالنمو. يعني هون نحن عم نحكي أعراض أسباب جسدية عضوية. عنا كمان بمرحلة الحمل والولادة ممكن يكون في عنا أسباب متعلقة بهذه المرحلة. أما الأسباب اللي شوي رح نحكي عنها بتفصيل أدق هي الأسباب النفسية والاجتماعية واللي هي محور اهتمامي. طبعا من الأسباب النفسية والاجتماعية هي الضغوطات مثل ما ذكرت يلي بيتعرض لها الفرد، الضغوطات الكثيرة، كثرة المهمات، تجمع المهمات الموكلة للفرد، هون بتخليه يكون عم بيصير عنده تشتت الانتباه. يعني لما بيكون عم طلب منه عدة أمور بنفس الوقت. عندنا من الناحية النفسية العلاقة مع الوالدين كتير بتأثر على قدرة الطفل أو الأبناء على التركيز. شو يعني العلاقة مع الوالدين؟ ليش هالقد هي مهمة؟ لأنه اليوم نحن عندنا موضوع جدا مهم وهو الحرمان العاطفي. لما يكون الإنسان لا يعني ما عنده إشباع لاحتياجاته الأساسية، لاحتياجاته النفسية، هيدا الشيء بيكون عنده شيء فطري هيك يسبب له نوع من القلق والتوتر، يعني عم يشغل انتباهه، عم بيشتت تركيزه، فهو منشغل بالاحتياج يلي ما عنده إشباع له. علاقته العاطفية مع الوالدين فيها حرمان. في حالات المشكلات الأسرية كمان وانشغال الطفل بالمشكلات اللي بتكون عم بيتعرض لها، المشاهد العنف يلي عم بيشوفها، حتى العنف يلي هو عم يتعرض له إذا كان عم يتعرض لتعنيف لفظي أم بدني. في عنا كمان إهمال الوالدين، يعني اليوم التشدد أو الحماية الزائدة مضرة للأبناء، وكذلك الأمر الإهمال مضر نفسيا للأبناء. وعندنا مشكلة كمان نفسية ممكن أنه تأثر وهي الرفض، شعور الأبناء بالرفض. لما اليوم نحن بعض الآباء للأسف والأمهات بيحسسوا أبنائهم أو بيرددوا على
ارسلناهم فكره انه نحن جبناك بالغلط او نحن ما كان بدنا اياك، او اذا كان هن يعني ببعض المجتمعات بفضلوا الصبي على البنت فبيخلوا البنت يعني تشعر بالرفض لوجودها، فهون بتكون منهمكه بذاتها ومنهمكه بالرفض يلي هي عم بتعيشه. فاذا الحاله النفسيه والضغوطات النفسيه اللي عم يتعرض لها الشخص والبيئه الاجتماعيه المحيطه الضاغطه والمشتتات والملوثات اللي موجوده فيها، يعني طبعا هون عم بحكي عن ملوثات بمعنى ضغوطات، بتكون عم بتاثر على تركيز وانتباه الابناء لانه عم تشغلهم بهيدي المشاكل وهيدي الاحتياجات يلي هن بحاجه لها. في حدا عنده أي سؤال لهون أو الأمور واضحة بإذن الله؟ أمور واضحة، بس يعني سبحان الله دكتورة، يعني ما قلته الآن، في بعض الناس يهون مثلا إنه يعني هل معقولة إنه أنا مثلا لما يعني هذا التعامل مع الأبناء بجفاء، أو أحيانا كما قلتي إنه الإيحاءات السلبية، أنت يا ريتنا ما جبناك أو لم نجبك أو كذا، هل يعني الطفل مثلا أحيانا يكون صغير مثلا في السن، هل بعض الناس الآباء يعتبر أنه هم ما يفهم في السن هذه، ما يرك يعني يرى أنه هذا الأمر لا يمكن أن يؤثر عليه، لسه ممكن لما يكبر ممكن تؤثر عليه الضغوط، بس لما صغير لا، ما بيأثر عليه هذا الأمر. في للأسف هذا للأسف شائع في مجتمعنا يعني. صحيح، ولكن يعني الجدير بالذكر انه نفسية الأبناء او نفسية الفرد بشكل عام تتأثر من لحظة وجوده برحم الأم. يعني هون عندنا المرحلة الجنينية، هو وجنين يتأثر بانفعالات الأم. اليوم الأم لما بتنفعل الجسد بيفرز هرمونات معينة بالدم تنتقل مباشرة للطفل. الحالة النفسية اللي عاشتها الأم لما بيخلق الولد بنلاقي عنده انفعالات مشابهة للانفعالات اللي عايشتها الأم بمرحلة الحمل. فتخيلي من أي لحظة من أي مرحلة عم يتأثر نفسيا، فما بالك اليوم لما نحن الطفل عم يعني صار مولود موجود على وجه الأرض وعم يسمع وعم يتلقى رسائل سلبية وعم يتلقى تعنيف لفظي أو عم يتلقى تعنيف بدني وما إلى هنالك، ويشاهد المشكلات الأسرية. كل هذه أمور عم تتخزن بالذاكرة. سبحان الله، أنا دائما أستعين بما بأضرب مثل بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بإخراج الطفل والهرة من المكان يلي بيكونوا فيه الأزواج أثناء العلاقة الخاصة. نحن هون كثير يمكن نبعد عن هذا المفهوم، ولكن إذا بندقق فيه بنشوف إنه هذا توجيه نبوي إلى إنه الطفل وهو صغير قد يتأذى ويتأثر من هذه الأمور، لأنه طبعا تنعكس على إدراكه، على يعني تخزن بالذاكرة. فاليوم نحن ما فينا نكون عم نقول انه هيدا صغير ولا يتأثر، لا يتأثر ويتأثر بكثير. نحن اليوم الصورة الذاتية للإنسان يعني تبنى من مرحلة الطفولة وعم تكبر وعم تنمى معه هيدي الصورة من خلال المشاهدات والمعايشات والرسائل اللي بيكون عم يتلقاها. فالأمور اللي عم بيعيشها الطفل جدا مؤثرة على شخصيته. نحن بهيدي المرحلة مرحلة بناء للشخصية من الناحية النفسية، وليس فقط الأمر متعلق بالتغذية، يعني بس انه انا عم برعى الطفل كرعاية من مأكل مشرب ومسكن. حلو جميل والله. طيب فيه مدخل بس على الأقل بإشارة دكتورة، هو أحيانا الكلام هذا يعني نظريا رائع وجميل وكذا، وكل الآباء والأمهات يحصلوا يعني يريدون أن يوفروا رعاية نفسية مميزة لأبنائهم، لكن الناس أيضا تمر بظروف، يعني هو نفسه الكبير الأب والأم نفسه معناه في المجتمع هو نفسه مضغوط نتيجة صحيح. الظروف الاقتصادية الاجتماعية السياسية إلى آخره. فبعض الأمهات والآباء يقول لك يعني نحن غصبا عنا نعمل هذا الشيء، غصبا عنا بنكون متوترين، بنكون يعني لا يمكن أن نكون دائما يعني موجتنا هادية وإلى آخره يعني. فكيف أنهم على الأقل بخطوات عملية نوازن في هذا، يوازنوا الآباء في هذا الأمر، أنهم ما يسمحوا لها الضغوط هذه أن تؤثر، يعني على الأقل يخففوا الأمور السلبية هذه إن لم يجتنبوها جملة وتفصيلا.
يعني اليوم نحن لما عم نقول لما الشخص بده يكون عم بيقدم على مشروع الزواج، فهو مشروع مش مجرد واجهة اجتماعية، هي مسؤولية كتير كبيرة لازم يكون عم يعرف انه مقدم عليها. انا اليوم في مسؤولية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالبداية بده يكون عارف انه هو امام مسؤولية عم يتحملها ويسأل عنها يوم القيامة. انا اليوم بموضوع التربية لابد من اني يكون عم فتش على الثغرات يلي عندي واعمل على علاجها، ما برر لنفسي انه انا عندي ضغوطات معينه وهيدا الشيء عم يمنعني من اني اكون عم اقدم التربيه المثاليه. هي لا تحتاج لجهد على فكره، هي مجرد توجيه. نحن اليوم مثل ما بيقولوا عنا بلبنان، الكلمه الحلوه طالعه والكلمه البشعه او السلبيه طالعه، فخلينا نكون نحن عم نحاول نركز ونصحح مسارات الاهل يلي يعني عم يتعرضوا لضغوطات معينه على عده اصعده، فيهم يكونوا عم يطلبوا المساعدة المتخصصة لحتى ليتخلصوا من هذه الضغوطات. نحن اليوم بجلسات العلاج النفسي يمكن يحتاج الشخص لأربع خمس جلسات بتغير له مسار حياته كله، بتغير له طريقة تفكيره بمحلات كتير معينة، بيركز على نقاط معينة، بتعلم مهارات جديدة للتعامل مع نفسه ومع الآخر. أنا قبل ما أكون عم فتق يعني اليوم نحن الضغوطات اللي عم يتعرضوا لها الأهل عم بيصيروا الأبناء هن فشة خلق للأبناء. اليوم الأب اللي عم يتعرض لضغوطات برا عم يجي يمكن يفش خلقه، بينفس غضبه بزوجته بأبنائه، عم يخسر كتير. فلا، أول شيء بده يكون عم يعمل على علاج هيدي الضغوطات اللي هو عم بيعيشها، وثانيا بده يشوف وين الثغرات يلي عنده. هل هو يطلق الرسائل السلبية بشكل عشوائي لزوجته ولأبنائه؟ نحن كمان اليوم عم نحكي خلينا نكون عم نجمل مش بس للأبناء، لأنه الممارسة يعني السلوكيات ما بتكون بس مع الأبناء، قد تكون مع الزوج أو مع الشريك، يعني كزوج أو زوجة. فاليوم الرسائل السلبية اللي عم نطلقها للأبناء فينا نكون عم نستبدلها برسائل إيجابية. نحن اليوم مش بس الأبناء اللي بحاجة لعاطفة، نحن كمان بحاجة للعاطفة. اليوم الحضن اللي بنحضنه للابن أو للابنة مش بس هن عم ياخذوا منا عاطفة وحنان، نحن كمان عم نشحن طاقة إيجابية وعواطف. نحن اليوم فينا نكون عم ندعم السلوك الإيجابي كمان. يعني نحن إذا بدنا نحكي على تحديدا موضوع الانتباه، بدل ما اكون عم بعطي رسالة لابني انه انت بتضلك ما مركز، انت ما منتبه، انت ما مستوعب، انت فاشل الى اخره، فيني اكون عم فتش على اللحظات اللي بيكون فيها مركز وشديد الانتباه لحتى لي اضوي عليها، لحتى لي حفزه، لحتى لي شجعه، لحتى لي عزز له ثقته بنفسه. انا اليوم احدى الحالات يلي عم تابعها عندي كان عنده مشكلة بالتركيز وتدني التحصيل الدراسي، وكان السبب للأسف ضعف ثقته بنفسه بسبب الرسائل السلبية اللي الأم عم بتوجه له إياها بشكل كتير كبير، وشعوره بالنقص بمحل معين. لما اشتغلنا على تعزيز الثقة بالنفس ووجهنا الأم إلى تعديل السلوكيات، اختلفت الأمور بنسبة 50%. فهي خطوات بسيطة بيستطيع الأهل أنهم يعملوها لحتى يتخطوا مشكلة كتير كبيرة ممكن تأثر على مستقبل الأبناء. ما شاء الله، طبعا أحسنتي دكتورة. الله إذا يبارك فيك. ولا ندخل في، لأن يعني هنا يدخل السؤال، هل من أمراض نفسية مصاحبة لهذا يعني هل البعض يعني يقول لك يعني عادي الناس كلها أحيانا ما بتركز، يعني كلنا أحيانا يعني نتشتت و يعني نصاب هيك بحالة من عدم التركيز، كلنا يعني نمر بهذا، فمتى هي شوف، تصبح أنه هذا مرض نفسي، لا فيه مشكلة كبيرة، ومتى يصبح الأمر يعني عادي ممكن نتجاوزه يعني بشوية يعني بشيء يعني فترة ويمر، يعني متى يكون، تمام كيف نفرق بين هذين الأمرين؟ تمام هلا بالنسبة لتشتت الانتباه، لما بدنا نحكي بالمجمل مش بس اضطراب تشتت الانتباه عند الأبناء، لأنه نحن اليوم هون في عنا اختلاف. في بعض الأمراض النفسية اللي بنلاحظ مع عرض أو عارض تشتت الانتباه عند الكبار حتى كمان، يلي هو الوسواس القهري، الاكتئاب، القلق، في عنا الإدمان، عنا الفوبيا، عنا ممكن يوصل للشخص يلي عنده اضطراب تشتت الانتباه لمرحلة من العمر إنه يصير شخصية معادية للمجتمع وبيقوم بسلوكيات عدوانية ضد المجتمع وحتى لا يشعر بالذنب.
هيدا هون بالمختصر وعم بحكيها بشكل جدا جدا سريع. هيدي نقطة. النقطة الثانية يلي بدي أقولها، نحن اليوم بتشخيص الأعراض أو تشخيص اضطراب تشتت الانتباه، إذا بدنا نحكي بحسب الدليل الإحصائي لتشخيص الأمراض العقلية، بيقول في عنا زمرة من الأعراض، لما بتكون هيدي مجتمعة 6 أعراض منها لمدة 6 أشهر متتالية، يعني هيدا يشترط هون إنه تكون هيدي الأعراض مش بس والله إنه فترة لأنه متعرض لضغوطات معينة، ممكن وفاة، ممكن صدمة إلى آخره، لا نحن هون عندنا هيدي الأعراض تظهر لمدة 6 أشهر متتالية. طبعا بيكون والست أعراض مجتمعة مثل ما ذكرت، بده يكون هون عم بيتم تشخيصه من خلال مقاييس ومن خلال اختبارات معينة لحتى نقدر نكون عم نحكي بشكل دقيق إنه عنده اضطراب تشتت الانتباه، إذا عم نحكي كتشتت انتباه اللي يؤثر على ضعف التحصيل تمام الأكاديمي. تمام عفوا أستاذة سماح، يمكن فتحت المايك بالغلط. طيب هلا اذا بدي اقول شو هي هيدي الاعراض شوي لحتى نكون عم نوضحها اكثر بعناوين كمان عريضه، في عنا اول شيء عارض عدم الانتباه، يعني بيكون هيدا الطفل لا يستطيع متابعه 3 خطوات بشكل متتالي، يعني لا يستطيع اكمال المهمات اللي عم بيقوم فيها، عنده عشوائيه وعدم تنظيم، عنده عجز بالمهارات الاجتماعيه لانه ما عنده لباقة، عنده عدوانية بالتعاطي، عدم ما عنده تحمل للمسؤولية، عنده كمان اندفاعية، بيتحرك بدون تفكير، ما بينتظر دوره، عنده إحباط، عنده تململ، عنده انفعال سريع، وهي هيدي نقطة كتير مهمة اليوم، الانفعال السريع. فإذا لما بنكون عم نشوف هيدي الأعراض بدنا نكون هون بلشنا نسأل هل هيدا هو اضطراب نفسي أم لا؟ وطبعا هون ساعتها بدنا نلجأ للمتخصص لحتى يكون عم بشخص شو هي مشكلة أبنائنا لحتى ما نكون عم نتركها تتفاقم وبيصير العلاج أصعب ويحتاج لوقت أطول فيما بعد. أطول. نعم صحيح صحيح، بارك الله فيك. إذا فهمنا، عرفنا من خلال كلامك أن مش يعني ليست مسألة أنه شخص يمر بحالة عابرة، وإنما تبقى لمدة وتظهر فيها مجموعة من الأعراض، منها هنا يجب أن يترك كما يقولون جرس الإنذار ويذهب إلى متخصص في هذا الأمر. هو عند قياسات، هذا المتخصص صحيح المعالج صحيح النفسي عند قياسات يقيس بها هل هي يعني مرحلة مؤقتة نتيجة لصدمة وكذا، أو هي ممكن أصعب من ذلك، صحيح ويجد العلاجات. صحيح، أكيد يجد بإذن الله. العلاجات طبعا يعني طبعا اليوم حسب والمتابعة. السبب، حسب السبب طبعا، لما نعم نحن هذا بنقدر نشخص السبب، يعني لما اليوم بيكون سبب جسدي بده يتحول لتلقي العلاج الدوائي طبعا عند المتخصص، اما اذا كانت المشكله نفسيه وتبين معنا انه هي مشكله نفسيه طبعا بده ينشغل عليها وباذن الله بيلاقي العلاج. نعم. طيب احنا نريد الآن، يعني هل إذا كان ما عندكش إضافات، لأن ممكن ننتقل إلى الجانب التربوي، يعني هل من نصائح عامة؟ نحن الآن دكتورة أنا فهمت أيضا منك أنه عدم التشتت أو التشتت وقلة الانتباه والتركيز، يعني هل ممكن شخص أن يكون مثلا في مرحلة عمرية ما شاء الله يعني يركز وأموره جيدة وفي بيئة جيدة، لكن بعد ذلك مثلا بعد مرحلة عمرية أخرى ممكن لما يتجاوز سن الكهولة أو كذا يمر بهذا التشتت يعني ممكن تتغير الأحوال، يعني ممكن ما ممكن نتكلم عن التركيز والتشتت في فترة الفتوة وأبنائنا بس في الطفولة والطفولة المتأخرة وفترة الشباب، ممكن ما بعد ذلك تنشأ مثل هذه الأعراض؟
ممكن أكيد حسب العوامل المسببة لها، لأنه نحن اليوم لما عم نحكي عن عوامل نفسية، يعني ممكن بمرحلة الطفولة ما يكون عنده مشكلة، ولكن يصير عنده مشاكل بعدين فيما بعد. إذا نحن عم نحكي عن تشتت انتباه وتركيز بالمجمل، يعني رجعنا نقول عندنا مثلا الأمراض المزمنة، بعض الأدوية، تعاطي بعض الأدوية كمان ممكن إنه يسبب هذا الأمر. ممكن تعرض الصدمات يكون بأي مرحلة من مراحل العمر، ليست متعلقة طبعا بس بفترة الطفولة. ممكن هلا كثير بنسمع بعض النساء يعني بيقولوا أنا عم حس حالي بحط الغرض بمكان وبنسى وين حطيته. هون بتكون هي يمكن عم تتعرض لمشكلات وضغوطات نفسية ومشاكل أسرية وغيرها، فهي ليست محصورة بشكل عام كتشتت انتباه، ليست محصورة بعمر معين. أما اليوم لما بدنا نحكي عن اضطراب تشتت الانتباه، يقرن غالبا ما يقرن كمرحلة طفولة بفرط الحركة، إنه بتكون عنده كمان أعراض فرط حركة للطفل. طبعا هون بهيدي الحالة لما بيكبر الطفل بتخف أعراض فرط الحركة عنده، ولكن قد تبقى أعراض تشتت الانتباه عنده في حال كانت أسبابها عضوية وجسدية وليست نفسية، في حال كمان تم علاج المشكلة النفسية. هون برجع بقول لعلك إن شاء الله، ما شاء الله أحسنتي. يعني هو الموضوع كل جانب صراحة يحتاج إلى محاضرة، لكن نحن بما صحيح، تيسر. يعني إن شاء الله. لو تعطينا نصائح عامة حول هذا الأمر، حول النقطتين، كيف نزيد من تركيزنا، كيف نقلل من تشتت، سواء يعني المراحل العمرية الطفولة وشباب أو مراحل متقدمة، يعني بعد طبعا ذلك كيف نعمل على التقليل من هذا التشتت، خاصة في عصرنا دكتورة صراحة، يعني كثرة الضغوطات والأعمال والأعباء وكذا، فعلا يعني ممكن حتى كثرة استخدام التكنولوجيا وكذا تسبب هالتشتت في حياتنا. صحيح، فكيف يعني ممكن أن تعطينا بعض النصائح في هذا المجال؟ أها. نعم طبعا إذا بدي أحكي على صعيد، إذا بدنا نبدأ بمرحلة كأبناء، بدنا نحاول كثير نعزز العلاقة العاطفية بين الأهل والأبناء. هذا أمر كثير مهم، يعني إذا ما كان على سبب على لهيدي المشكلة فهي كمان ممكن إنه تحميهم من مشكلات متعددة تانية. نكون عم نعطي رسائل إيجابية، نعطي رسائل إيجابية ليست فقط للأبناء، حتى للشريك، لنكون كمان نحن عم نساعده لحتى لنرفع له قدراته الذهنية. يعني هون عم ننتقل من مرحلة لمرحلة. نعمل على تعزيز الثقة، نشتغل على أنفسنا نحن، يعني نشتغل على أنفسنا من ناحية أول شيء الضغوطات، نحاول نخفف قدر المستطاع، نحصي هذه الضغوطات، يعني نقعد مع أنفسنا شو هي الأشياء اللي عم بتسبب تشتت التركيز عنا. إذا جينا على سبيل الضغوطات، طب شو هي مصادر الضغوطات يلي بحياتنا؟ خلينا نكون عم نحصرها، خلينا نشوف كيف فينا نتخلص منها، كيف فينا نعدل من البيئة المحيطة فينا، شو هي المشتتات يلي عم بتأثر علينا بالبيئة. يمكن عنا أصوات عالية فينا نحن نكون عم نعدل عليها، عم نغير منها، يمكن نكون عم نقدر إنه نقلل من هيدي المشتتات بشكل عام يلي عم تزعجنا. يعني نسعى دائما إلى تعزيز صحتنا النفسية، نكون عن جد عم ننظر أنفسنا لنكون عم نعيش ببيئة متوازنة قدر المستطاع. طبعا اليوم المسؤوليات يلي عنا أمرار ما فينا نكون عم نقلل في منا، بس شوي هيك يعني نفكر بأنفسنا لنقدر نكمل. مثل ما بيقولوا إنه إذا حملنا كذا بطيخة بإيدنا ما رح توصل، نحن بنسميها بطيخة باللبناني، ما بعرف بغير بلدان شو بيسموها، فما حتوصل ولا بطيخة سالمة. صحيح. إلا هيك لازم نكون نحن عم نخفف من المهمات يلي عم ضغط نوكلها لأنفسنا، نطلب المساعدة، نعيش لحظات التأمل والاسترخاء. التأمل والاسترخاء كثير بيفيدونا بهيدي المرحلة كمان، لحتى نكون عم نريح الذهن من هالضغوطات يلي عم بيعيشها. يعني بشكل عام نكون عم نحافظ على صحتنا النفسية. إذا بدنا نفوت بالتفاصيل بدنا نحكي كثير لحتى نكون عم نجمل النصائح اللي ممكن تساعدنا بهذا المجال. نعم، بارك الله فيك، أحسنتي، بارك الله فيك.
وإياك إن شاء الله. أحسنتي دكتورة. ننتقل الآن مباشرة إلى الدكتورة جميلة. أحسنتي والله وأجزتي ما شاء الله، يعني نقاط مهمة جدا، الله خاصة يبارك فيك يا رب. البعد العاطفي والبعد يعني أهمية زرع الثقة والكلام، يعني نحن في ديننا الكلمة الطيبة صدقة، صحيح. فعلى الأقل نتبادل تشجيع بعضنا البعض ودعم بعضنا البعض حتى نخفف الضغوطات، ومن ثم يزداد تركيزنا ونبعد أبنائنا على التشتت، خاصة في فترات عمرية هم محتاجون جدا إلى أن يركزوا ليرفعوا مستواهم العلمي صحيح ودراستهم، والأهل يضحون بالكثير من أجل هذا. صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الأهل ويعيننا جميعا، وبارك الله فيك آمين دكتورة، ولعلنا إن شاء الله إذا كان هناك أسئلة سنعود إليك آمين وإياكم مرة أخرى. إن شاء الله. الآن ننتقل إلى الأستاذة جميلة. الأستاذة جميلة معي؟ نعم، السلام عليكم. نعم أستاذة جميلة، مرحبا بك. وبك، مرحبا مرحبا بك بك الأستاذة جميلة، وبالدكتورة. نعم، أهلا بك، مرحبا مرحبا، مرحبا بك، وبكم. مرحبا أرحب أستاذ. بك، أهلا بك، أرحب بك. وأنت إن شاء الله تعالى ستتحدثين معنا عن الجانب التربوي. فالدكتورة نجوى غطت الجانب النفسي، لا أقول غطت، ولكن على الأقل قدمت إضاءات ما شاء الله جيدة جدا فيه. نبدأ في الجانب التربوي من خلال عدة نقاط، لعل أهمها الأسباب التربوية لمسألة تشتت الانتباه، وأيضا نتكلم عن باعتبارك أنت عندك تجربة في مع الأطفال ومع أولياء أمور لمساعدة أبنائهم كأستاذة تربوية، فما هي كيف رصدتي أو كيف ترصدين مظاهر تشتت الانتباه عند الأطفال بشكل يعني عملي، تعطينا من خبرتك يعني. ودائما سيتبادر سؤال كيف نساعد أطفالنا على أن يكونوا أكثر تركيزا. نحن نركز معك بالذات مع الأطفال، على الطفل بالذات، وكذلك سنختم معك ب تشتت الانتباه وأثره على حياة الطفل ومستقبله. نبدأ دكتورة إذن على أو إلى الأسباب التربوية اللي تؤدي إلى تشتت الانتباه بالذات عند الأطفال أو الطلبة الدارسين خاصة في المراحل الدراسية الأولى. تفضلي دكتورة. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة، شكرا دكتورة، شكرا أستاذة زهرة. بالنسبة للتشتت وعدم الانتباه عند الأطفال، هو بالأساس عدم القدرة على التركيز على مثير ما في البيئة وعزل المثيرات الأخرى، وهو اضطراب عادة ما تظهر أعراضه على الطفل قبل بلوغ سن 12 سنة، وتتفاوت الحدة متاعه من طفل إلى آخر تبعا للعوامل الأساسية المسببة لذلك الاضطراب، وكذلك للعوامل المؤثرة في سلوك الطفل وإدراكه. الأسباب التربوية، من الأسباب دكتورة التي، نعم انقطع الصوت، قبل نعم، لا، لم ينقطع الصوت، ما شاء الله الصوت كان واضح، بس يعني فقط لكي نوضح للأم تسمع فينا الآن، أم أو أب، يعني أنا لما أجد طفلي نعم فيه مؤثر مهم المفروض يركز عليه، مثلا نقول يتابع الآن في درس على سبيل المثال، نعم نجد هذا الطفل، نلاحظ أن طفلي مثلا زميله قال كلمة، أو بدل ما يركز في الدرس يركز مثلا على أقلام اللي تخص زميلة، أو يلتفت إلى النافذة أو كذا، يعني هكذا يعني يفهمها الأب صح؟ والأم. صح، من جانب من أي الجوانب صح، لكن يعني أنا هناك لما أراقب عدة الطفل، أسباب، لا هناك نحن عدة مش في أسباب أخرى. الأسباب، هذا لا نحن الآن قبل الأسباب، نحن في رصد الظاهرة، يعني الأم نعم كيف تلاحظ هذا؟ تلاحظ أنه كما قلت فيه مثير، هو المفروض يسلط الطفل تركيزه عليه، الطفل لا يتشتت إلى أشياء أخرى وينسى الأمر الأساسي المفروض يركز فيه، وتلاحظ الأم هذا هذه ظاهرة من الظواهر أختي زهرة، أنت هذه ظاهرة من تتحدثين الظواهر. الآن عن الأعراض، وهذا هذه معناها إحدى الأعراض التي سنتحدث عنها بعد الأسباب إن شاء الله. يعني نعم. الأعراض عديدة تلاحظها الأم ويلاحظها خاصة المعلم في الفصل في حجرة الدرس،
تلاحظ أكثر من ملاحظة الأولياء، وسنرى الأسباب. نعم، بالنسبة تفضل. للأسباب تشتت انتباه الأطفال، هناك عدة عوامل مثل ما تفضلت الدكتورة تتسبب في تشتت الانتباه وعدم القدرة على التركيز عند الطفل، طبعا بعد استثناء العوامل الصحية والجسدية. هناك عوامل نفسية عديدة جدا، هناك عوامل تتعلق بشعور الطفل بالقلق، شعور الطفل بالإهمال، إهمال الوالدين مثل ما تفضلت الدكتورة. يعني الطفل الذي يشعر بالإهمال يشعر أنه غير مقبول لذاته، غير محبوب لذاته، أو يشعر بعدم الأمان، يشعر أنه يعيش في بيئة غير مستقرة، غير آمنة، بيئة يشعر فيها بالتهديد بين قوسين. وقد يؤدي هذا الشعور إلى عادة إلى تشتت انتباهه وتفكيره المستمر في الاحتياج الذي يعيشه. لدى الطفل الذي يشعر بهذه الاحتياجات قلق مستمر، لا يستطيع معه التركيز على مثير أو مادة دراسية مدة تتراوح يعني بين 3 4 خطوات، يعني خطوة 2 ويتوقف، لا يستطيع أن يستمر. أيضا من الأسباب النقد المستمر، نقد الأولياء، نقد يمكن المعلمين في بعض الأحيان أو المربون، نقد الأصدقاء والأقران، خبرات الفشل نظرا لأنه لا يستطيع أن يستمر في المهمة وإتمامها إلى النهاية، فيفشل في مواصلة المهمة المطلوبة منه، ولذا تتكون عنده عدة خبرات من الفشل. هذه الخبرات تؤدي إلى تشتت انتباهه، تؤدي إلى شعوره بعدم الكفاءة ورفض العمل ورفض القيام بالمهمات. أيضا عندنا المبالغة في التركيز على أن يعمل الطفل المهمة بشكل أفضل، مهما قدم الطفل الأم والولي خاصة يطلب من الطفل ما هو أفضل، يطلب منه إتقان أكثر، فالطفل يكف عن المحاولة هنا لتجنب الشعور المؤلم الذي ينتج عن الفشل وعن النقد. أيضا عندنا الوسائل التعليمية غير المناسبة، في كثير من الأحيان عندما تكون الوسيلة غير مناسبة، غير مشوقة، غير مناسبة حتى لسن الطفل، لأن الطفل في عمر معين نتعامل معه بوسائل تعليمية توضيحية معينة من ألوان، من أشكال، من، وعندما يكون في سن أخرى نتعامل معه بوسائل أخرى، يعني تستطيع أن تجلب انتباهه، تستطيع أن تجلب الاهتمام بتاعه وتخليه يركز في الدرس أو في المعلومة اللي احنا نحبه نوصلها له. أيضا أسلوب التدريس، أسلوب التدريس مهم جدا، يا إما يكون مشوق، يكون يعني يجلب الانتباه، يكون يخلي الطفل يعني متحمس أنه يعرف المعلومة القادمة، أنه يربط المعلومات ببعضهم، أو يخلي الطفل يعني بين قوسين يمل من الدرس ويصبح يفكر في أشياء أخرى ولا يفكر فيما يسمعه. طبيعة المادة الدراسية، أيضا هناك مواد محببة إلى الطفل وهناك مواد غير محببة، هناك ضعف في قدرة الطفل على تمييز العلاقات بين الشكل والخلفية بسبب ضعف المهارات الإدراكية عنده الطفل هذا اللي عنده تشتت في الـ في الـ في الـ التركيز، ما ينجمش يميز، ما ينجمش يعني لا يستطيع. لا يستطيع، عفوا هذه نعم. التونسية، لا يستطيع إلا أن ما يميز نعم، أنا فهمتها، بس ممكن في ناس ما يفهموهاش. نعم. عفوا، لا لا يستطيع أن يميز لا بين مشكلة. العلاقات بين الشكل والخلفية، مثلا إطار باش نبسطوا العملية، تابلو يعني لوحة معلقة على الحائط، لا يستطيع أن يميز بين الإطار
نتاع اللوحه، اطار اللوحه، وبين ما هو مرسوم داخل اللوحه. هذا تمرين نجم احنا نعملوه مع الطفل اللي عنده تشتت الانتباه وتشتت التركيز، باش هو يركز ويزيد ويصبح عنده اكثر تركيز. نوجهه في البدايه انه يوصف لنا ما هو موجود في اللوحه، ثم نسالوه على الاطار، يصف الاطار، ثم يرجع يحكي لنا على ما هو موجود في اللوحه، وهكذا بالتدرج حتى نخليه نجعل الطفل يعني يركز ويشعر بالفوارق ويميز بين الاطار، بين اللوحه وبين الاطار بتاع اللوحه. ايضا عدم قدره الطفل على ادراك التسلسل. مثلا احنا مش نطلب من الطفل القيام بعمل بعمل ما، العمل هذا يتطلب من الطفل الاصغاء، ثم يتطلب منه فهم ما اصغى اليه، ثم يتطلب منه التذكر. ربما وفي جميع الحالات ربما يحتاج الى استدعاء معلومات من الذاكره البعيده. فالطفل لا يستطيع يعني ان يقوم بهذه العمليات العقليه بسرعه، يقوم بها ببطء، لهذا تكون الاستجابه بتاعه دائما يعني متاخره. ايضا الطفل عنده احلام، الطفل اللي عنده تشتت الانتباه عنده احلام اليقظه والسرحان، يسرح كثيرا بحيث لا يستطيع التركيز على ما يدور حوله في الغرفه او في قاعه الدرس. ايضا ثم سبب اخر يمكن يكون موجود هو التقليد. تقليد أستاذة جميلة، أستاذة جميلة لو ترفعي صوتك أكثر، لأن في البث صوتك منخفض قليلا، ارفعي صوتك أكثر أو استخدمي المايك إذا كان عندك مايك. فقط ارفعي صوتك، ما شاء الله تسلسل كده. صوت واضح هكذا؟ واضح نعم هكذا أفضل، هكذا أفضل. نعم رفعت في الصوت الحمد لله. إيه؟ أيضا من الأسباب التقليد، تقليد نموذج ضعف الانتباه، كأن يكون الأب أو الأم أو الأشخاص أحد الأشخاص المقربين من الطفل من النوع الذي يتشتت انتباهه بسرعة ولا يركز على موضوعات معينة أو محددة، فالطفل يقلده من غير ما يشعر. يعني هذه نقطة ننتبه لها. أيضا عوامل متعلقة بالمناخ الموجود داخل حجرة الدراسة، احنا نحكيه على الدراسة والمجال التربوي. لما يكون الجو في القسم فيه الكثير من المشاكل، أو خارج القسم حتى في ساحة المدرسة فيها الكثير من المشاكل، أو فما تنمر من الأطفال على الطفل هذاك بالذات، فهذا يتسبب في تشتت الانتباه لدى الطفل. من المظاهر، مظاهر تشتت الانتباه عند الطفل، تختلف أعراض اضطراب الانتباه لدى الطفل باختلاف المرحلة الساعة، المرحلة العمرية التي يمر بها. لحظة أستاذة جميلة، أستاذة نعم. جميلة نعم، ما شاء الله على التسلسل اللي أنت أعطيتيه تبارك الرحمن، يعني عندك سؤال قبل ما نمر للمظاهر؟ نعم، عندي سؤال أو ملخص. إحنا كأن هناك مجموعة من الأعراض من خلالها نستطيع أن نفهم أن هذا الطفل هل هو طفل يعني عند تركيز جيد أم لا، بدأ يدخل في مرحلة التشتت. أنت ذكرتي مجموعة من الأعراض التي تدل أو الأسباب اللي تدل على أن هي أسباب وأشياء نلاحظها، يعني أشياء نلاحظها عمليا. سؤالي ليس عن الأم والأب فقط، لكن سؤالي حتى على التربويين داخل مدارسنا، نعم. يعني هل هم أيضا أحيانا يساهمون في زيادة التشتت من حيث لا يدرون؟ يعني لاحظتك تكلمتي على بعض الأشياء لها علاقة بالمدرس بالمعلم، نعم. مثل المعلم نعم. لما تكون عنده مادة هو لا يعرضها بشكل جيد، واضح. قد يسبب هو نفسه في عدم تركيز الطلبة على يعني يعرض بأسلوب تقليدي أو بأسلوب مثلا التلقين المنتشر في مدارسنا أو غيره، هو نفسه قد لا يجعل يعني أساليبه نفسها قد لا تجعل التلميذ يعني ينتبه ويركز بشكل معين. أليس المعلم له دور أيضا في هذه المسألة؟ نعم له دور كبير في أسلوب التدريس، في الوسائل، وسائل الإيضاح التي يستعملها، في ردود أفعاله عند أخطاء الطلبة،
مقارنة، عندما يقوم بالمقارنة بين الطلبة فيما يخص عدة جوانب، سواء أن الجانب التعليمي، جانب التحصيل الدراسي، جانب السلوكي، في عدة جوانب يعني المقارنة دائما تعطي نتائج سلبية، وتعطي ربما الأطفال اللي عندهم أرضية وعندهم أسباب أخرى يعني تساند هذا السبب، تخليه يعني تظهر عنده هذه الأعراض، ويولي عنده هذا الاضطراب في السلوك وهذا التشتت في الانتباه وعدم التركيز، أيضا عندما تكون المادة غير مشوقة وغير محببة للأطفال ومعروضة بطريقة غير يعني ليست فيها مهارات بيداغوجية وفيها يعني أساليب كما قلنا محببة للطفل وأساليب تربوية وعلمية وآليات يستعملها المربي ويعرفوها المربيون أنها تجلب الطفل وتخليه مركز على المادة وعلى المعلومة اللي يحب المعلم أو المربي أنتصر. يبلغها أن تصل نعم للطالب. نعم 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 أحسنتي، ما شاء الله عليك أستاذتنا الفاضلة. إذا استمري في ذكر المظاهر نمر إلى والأعراض. المظاهر. أعراض، نعم 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 ربي يبارك فيك. تختلف أعراض اضطراب الانتباه لدى الأطفال باختلاف المرحلة العمرية، المرحلة العمرية التي يمرون بها، حيث نجدها في مراحل الوليد أو المهد والطفولة المبكرة تأخذ المظهر العضوي، بينما نجدها في مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة تأخذ الشكل السلوكي وقتها تظهر، لأنه في المرحلة المبكرة يمكن نقول الطفل فطريا يكون عنده حركية زائدة فما نفيقوش بها. نعم لهذا يصعب عفوا دكتور، الوليد. عفوا عفوا نعم عفوا أستاذة، أستاذة تفضل. معلش أريد أن تركزي عليها هذه النقطة التي قلتيها، كأن في البداية فطرية ثم تصبح سلوكية، يعني لو تقولي لا لل لا ليست فطرية وثم تصبح سلوكية، في البداية يختلط الأمر على الولي خاصة، إيه هذا ما يختلط عليه قصدته، الأمر. نعم إيه نعم قصدت الوالدين يعتقدوا أن هذا شيء فطري في البداية، صح؟ نعم هذا هو، في البداية يعتقد أنه شيء فطري ولا، ويصعب التمييز بين حالة الاضطراب هذه في السلوك وبين الحالة الفطرية العادية الطبيعية، يصعب التمييز، لكن يصعب التمييز قبل الالتحاق بالمدرسة. لماذا؟ لأن الطفل في عمر ما قبل المدرسة يكون نشيط جدا بالفطرة، يعني أمور عادية، واضح؟ إيه، وولي أيضا الأمر يعتقد أن هذا الأمر نتيجة لفرط حركته، لأنه طفل حركي فقط، ما يعتقدش أن فيه مشكلة، يعني صح؟ نعم، أيضا نعم معظم آباء الأطفال المصابين بهذا الاضطراب ليست لديهم معلومات أو خبرة كافية عن هذا الاضطراب، ما عندهمش خبرة من قبل، يعني يجي عندهم طفل مصاب بهذا الاضطراب فيعتقد أنه هذا الأمر طبيعي، واضح؟ كما نعم أنهم واضح يكون كأن كما أنهم يكونون قد تعودوا على سلوك طفلهم، يعني هم عندهم الوليد هذاك بركة في الدار يروا فيه يوميا، يعتقدوا أن سلوكه أيضا طبيعي، خاصة إذا كان هذا الطفل هو الوحيد في الأسرة. لكن متى يظهر الفارق؟ عندما يلتحق الطفل بالمدرسة، وقتها يختلف الأمر. علاش يختلف الأمر؟ لماذا يختلف الأمر؟ لأن البيئة في البيئة المدرسية يطلب من الطفل أن يقوم ببعض الأعمال اليومية المتكررة التي تحتاج إلى استقرار ونظام وتركيز وانتباه، مثل هذه الأمور تكون بمثابة اختبار صعب للطفل الذي يعاني من اضطرابات الانتباه، لأنه لا يستطيع التحكم في انتباهه ولا فعل الحركة المفرطة إذا كان يعاني أيضا من فرط الحركة مع تشتت الانتباه. ولهذا نجد أن المعلم يمكنه تحديد الطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب، خاصة وقت اللي يقارنه، عندما يقارنه أو يقارن سلوكياته بسلوك أقرانه في نفس حجرة الدرس في نفس القسم. شنو هي الأعراض اللي باش يلاحظها؟ ما هي الأعراض التي سيلاحظها المعلم أو المربي في قاعة الدرس؟
يلاحظ الانتباه القصير، لا يستطيع تركيز انتباهه على أي منبه أكثر من بضع ثواني ثم ينقطع الانتباه. يلاحظ سهولة تشتت الانتباه، الطفل يتشتت انتباهه بسهولة حيث يصعب عليه تركيز انتباهه على منبه معين وتجاهل باقي المنبهات المحيطة به. نجده يحول انتباهه تجاه الحركة، أي حركة تقع في القسم يركز عليها هي وينسى المثير الأساسي ولا الدرس الأساسي اللي المطلوب ولا المعلومة الأساسية التي طلبت منه. أيضا لا يلاحظ المعلم على التلميذ هذا أو الطالب هذا أو الطفل هذا ضعف القدرة على الإنصات، لديه ضعف على القدرة، ضعف عفوا في القدرة على الإنصات، على الإنصات. لهذا السبب نجده لا يستطيع فهم المعلومة اللي يسمعها، هي هو الإنصات ضعيف، إذا المعلومة ما توصلش، إذا هو مش فاهم المطلوب منه، إذا تتأخر الاستجابة. صحيح، واضح؟ تتأخر صحيح. الاستجابة. وأحيانا لما يذهب إلى أمه أو والده في البيت، لو سألوه مثلا ماذا أخذت أو ما هو نعم. الواجب المطلوب منك أو شيء، أحيانا لا يستطيع أن يركز، لا يعطي نتيجة. يعني سبحان لا الله، يعني يستطيع أن يجيب أصلاً، لا وهنا يستطيع أن يجيب. الأب أو الأم خاصة يعني تعامل ابنها معاملة سيئة بأن تتهمه بأنه مهمل، بأنه مقصر، بأنه غير معتني بدراسته، بأنه ويعني يزيد الضغط على الطفل ويزيد التشتت ونزيده يعني نساهمه من هذه من الأسباب اللي تخلي الطفل يعني ما يركزش و يعني تتعمق هذه هذه الظاهرة فيه. أيضا عدم القدرة على إنهاء العمل الذي يقوم به، وهذه الأمور كلها يعني مربوطة ببعضها. إذا هو ما ينجمش ينصت، لا يستطيع الإنصات، فلا يسمع المعلومة كاملة، فلا ينجز المطلوب منه، وبالتالي لا ينهي العملية المطلوبة منه، نظرا لأن الطفل يعني في هذه الدائرة المغلقة يصبح متردد. من السمات ومن المظاهر التي تظهر على الطفل الذي المتشتت يعني هذا الذي أصيب المتشتت بهذا. الذي أصيب، نعم، الذي أصيب بالتشتت الانتباه وعدم التركيز، التردد، يصبح كثير التردد عند اتخاذ أي قرار حتى ولو كان قرار بسيط جدا، يصبح سريع التصديق، يصدق أصحابه في كل شيء ولو في لا يميز بين الجد والمزاح. ومن ثم ما بعد ذلك يفقد ثقته في نفسه، و لا يستطيع تحمل المسؤولية بعد ذلك لما يكبر، تترتب عليها أشياء. لا، يعني ما زال عندنا مظاهر أخرى، النسيان المتكرر. أنا نتابع في حالة يعني في جلسات فردية، ابنها يوميا يروح بلاش أدوات، سبحان يوميا الله. بلاش، نسيان متكرر للأدوات لأبسط الأشياء وللمعلومات أيضا، يفقد الأدوات متاعه يوميا، عنده عشوائية وعدم القدرة على العمل في خطوات محددة، يعني ما نجمش يربط خطوة بخطوة بطريقة منتظمة عند تنفيذ مهمة معينة. عنده طبعا عنده تشتت التركيز وعدم الانتباه، عنده عدم الالتفات إلى التفاصيل المكونة للموقف، ما يركزش في التفاصيل، مما يوقعه في الكثير من المشاكل والإخفاقات، وهذا يغذي أيضا الأسباب ويعمق الأسباب، أسباب تشتت والتشتت تشتت الانتباه وعدم التركيز، عدم نعم. القدرة على تنفيذ التعليمات أو إنجاز المهمات متعددة المراحل، ما ينجمش يعمل، لا يستطيع أن يقوم بعمل متعدد المراحل، هو ينجم مرحلة أولى ما ينجمش يتعدى للمرحلة الثانية والثالثة بمفرده، يستحق لي مساعدة. أيضا عنده يتسم بالملل والانتقال من نشاط إلى آخر بسرعة،
يعني هذا يلاحظوه الأمهات إذا يحبوا يراجعوا دروس أولادهم في البيت، الابن يمل بسرعة، مش تقريه العربية يحب ينتقل نعم إلى الفرنسية، مش قريه الفرنسية يحب ينتقل إلى الإنجليزية، هو لا يستطيع التركيز، هذا يتسم بالملل، يهرب من بذل الجهد الذهني نعم والعصبي خاصة، لا يستهوي الطفل بذل الجهد الذهني، سهولة نعم الانشغال. طبعا هذه سمة من سمات الطفل المصاب باضطراب التشتت الانتباه وعدم التركيز، ويفضل الاستغراق في واقع افتراضي وأحلام اليقظة خاصة. يعني سبحان من الله. بين سبحان الله، يعني هذه الأخت اللي نتابع فيها وفي ابنها يناديولها في المدرسة يقولوا لها ابنك سارح في القسم، ابنك يسرح كثيرا وما يتبعش الدرس. فهذه من السمات اللي يعني يتسم بها الطفل المصاب بتشتت الانتباه وعدم التركيز. بارك الله فيك دكتورة، ما شاء الله، يعني وضحتي وفصلتي يعني تفصيلات مهمة جدا، وعرضك كان مميز في أنك تعطي في الأشياء الناس تشعر بها في هذا الأمر. يطرح أمامي سؤال، هل مثلا هذا هو الأطفال الآن كلها تحب تستخدم الموبايلات والأجهزة هذه وكذا، يعني حتى في فترة حتى متقدمة، هل هذه أيضا تزيد من تشتت الطالب؟ هل مثلا إذا كان هو بالأصل عنده المشكلة هذه لما يمسك الهاتف ويذهب في الأشياء هذه الألعاب وينشغل بها، هل يزيد التشتت متاعه؟ هو خاصة أنت قلتي إنه هو يحب يسرح في أحلام معينة، وهل لها علاقة بهذا الموضوع هذا؟ نعم، لا يعني كان ينصح على هو ما بالنسبة للطفل كثير عموما. من نعم نعم على التشتت تفضل. عموما الآن، كثير من الأمهات والآباء يشكون إنه أبنائهم ينسجمون مثلا في أجهزة المحمول أو اللابتوبات أو الآيباد أو إلى آخره اللي يملكونه، ويبدو يعني برنامج ورا برنامج، مع طبعا الأخطار الأخرى اللي نحن دائما نتكلم عليها، وتقول لك هو في هذا الأمر يركز، لكن لما في درسه ولا في دروسه ولا في كذا أنا لا أجد أنه يركز بنفس الطريقة يعني. نعم، أولا يعني هذه الأجهزة هي مضرة بالطفولة طبعا عموما، يعني لا يجب صحيح الإكثار منها بالنسبة للطفل العادي والطفل اللي عنده يشكو من الاضطرابات والاضطراب التركيز واضطراب التشتت. نعم فبالنسبة لاستخدام هذه الآلات، فما لعبة معينة يعطيها المختصين للطفل فترة معينة بمراقبة الأم لزيادة التركيز يعني مساعدة، لكن عموما هي لا تصلح هذه الأجهزة للطفل المصاب باضطراب التشتت وعدم التركيز. نعم 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 يعني هي تزيد الطين بلة كما يقولون. نعم 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 تزيد نعم الطين لو بلة. أن الآن أم من الأمهات أو أب أو حتى أستاذ يعني يعني يسمع في هذا في هذه المحاضرة وهذه الندوة ويسألك سؤال، طيب نحن أمام طفل وجدنا فيه عديد الأعراض التي أنت أشرتي إليها، وتبين أنه فعلا يمر بهذا الأمر بأنه غير لا يركز، قليل التركيز، كثير التشتت، كيف أساعده أنا كأم كأب وكذلك كإنسان تربوي يتعامل معه في المدرسة؟ ما هو الكيف، خاصة أنت قلتي أنه يدخل مسكين في دوامة، الأم تضغط عليه من جهة وأيضا المدرس في المدرسة أو المعلمة أو المعلم يضغطون عليه لأنهم يريدون منه واجبات وكذا وهو مسكين لا يعملها، وهو يعني ربما يزداد الأمر سوءا، فما هي النقاط التي يمكن أن نحن على الأقل بعض النصائح في هذا الموضوع للأمهات والآباء وللمربين؟ تفضلي أستاذتنا الفاضلة. نعم، بارك الله فيك، سؤال ممتاز. أولا يحتاج الطفل اللي يعاني من ذلك الاضطراب وتبعاته المزعجة إلى مجهود ودعم جبار من قبل كل المحيطين به وعلى رأسهم الوالدين. ف
فأول حاجة ممكن تقوم بها الوالدين والمربي أيضا هو قبول ذلك الطفل. اقبلي ابنك كما هو. إذا شعر الطفل الذي يعاني من هذا الاضطراب أنه مقبول، فقد خطونا خطوة هامة في يعني السيطرة على هذا الاضطراب. بالنسبة أستاذتنا قبل نعم ما تذهبي فقط، قد يتساءل الشخص ماذا تقصدين عن بالقبول؟ يعني أنا أقول أنت حالك جيد هكذا وابقى هكذا، ما المقصود لا، بالقبول هنا؟ نعم، القبول حتى يفهم، نعم، حتى يفهم ما المقصود به. نعم القبول أن أرضى بما قدره الله لي. الله سبحانه وتعالى وهبني طفل يشكو من اضطراب ما، أقبل هذه الهدية من الله سبحانه وتعالى وأتعامل معها بما يرضي الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بمعنى أن أسأل المختصين، نشوف إذا كان ثم أسباب جسدية يعني صحية جسدية أتلافاها، إذا ثم أسباب نفسية نمشي في اتجاه العلاج النفسي، إذا ثم يعني الأسباب التربوية والأمور البيداغوجية نمشي مع المختصين ونشوف كيفاش نجم أنا نحسن من معاملتي لطفلي ومن طرق التفاعل معه والتواصل معه. يعني هذا هو القبول، وأكون داخليا نفسيا أنا قابلة ابني بما فيه، قابلة ابني بذاته دون شرط أو قيد. مش أنا أحيانا الأم تقبل ابنها لو كان صحيحا، تقبل أم ابنها لو كان احنا ملاحظين أشياء صحيح. أخرى في الأمهات خاصة، ما نقولش الآباء، يمكن الأولياء عموما، أنهم يقبلوا أبنائهم حتى الأبناء الطبيعيين بشروط، شروط التميز في صحيح. الدراسة، شروط التفوق، شروط الأعداد معينة، شروط أخلاق معينة. صحيح، أنت أقبل، نعم، وهذا يشعر به. ويقارنه بابن عمه او ابن خاله او مش عارفه نعم كذا، ويقول له لا، اللي هو لازم يتميز حتى في اللي يحب الاب يتميز فيه، حتى في التخصص اللي هو عاوزه الاب، هكذا يعني بعض الاباء في فعلا الأخير، هذه النظره. نعم، في الأخير الأم والأب يعني هذا مش تعميم لكن موجود، أنه يلبيوا في احتياجاتهم هما صحيح وما يفكروش في احتياجات الطفل خاصة النفسية والوجدانية. يلبيوا له احتياجاته المادية من لباس، من أكل، من كماليات، لكن الاحتياجات النفسية والوجدانية تقريبا يعني لا يفكرون فيها. وهنا إشكال كبير حتى بالنسبة للأطفال العاديين، راه موجود الإشكال هذا، يعني ومنه الأطفال والأمهات يبذلوا في مجهود كبير 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 برشا مع الأسف في الاتجاه غير الصحيح. نعم، كبير كثيرا، برشا يعني كثيرا. نعم نعم عفوا لا لا، عفوا لا نعم بأس، لا بأس، لا بأس، ما في مشكلة، يعني فقط لأن بالذات يعني من يتابعنا من الشرق العربي أو من نعم مناطق أخرى قد لا يفهم بعض الكلمات من اللهجة التونسية. المهم برشا يعني كثيرا. نعم كثيرا تمام الآن. نعم طيب نواصل يعني في لأن المداخلة ممكن قريب ستنتهي، لو توجزين أستاذتنا الفاضلة في مسألة المساعدة، ذكرت التقبل طيب تقبل، ثم بعد ثم بعد التقبل استخدام مثلا قائمة مكتوبة للمهام بالنسبة للطفل هذا اللي عنده تشتت الانتباه، حتى يعرف أنه عنده مهمة بعد المهمة وتكون مكتوبة أمامه حتى يراها، هذا إذا كان يستطيع القراءة. تشجيع الطفل واستخدام معززات السلوك الإيجابي مثل المكافآت، المكافآت التي تستثير تركيز انتباه الطفل لأداء مهمة بشكل معين بشكل أفضل. ممارسة نوع من أنواع الرياضة المناسبة للطفل يكسبه المزيد من الثقة في نفسه، مع أنه يفرغ الطاقة الزائدة لديه.
عدم الجمع بين أكثر من مهمة في نفس الوقت. نعطيه مهمة يكملها ثم ننتقل إلى المهمة التي تليها، ونبدأ بالمهمة الأسهل والأقل وقت، حتى يشعر أنه أنجز ويشعر بالنجاح، ونقدم له الدعم والمكافأة، وخاصة المكافآت المعنوية. وأركز كثيرا على مكافآت العلاقة بين الأم وبين ابنها، ولا الأب وابنه. المكافأة تكون بالحزن، تكون بالقبولات، تكون بالابتسامات، تكون سبحان الله، يعني العلاقة الحميمة بين الأم وابنها اللي تشعر بالقبول. نرجع للقبول، تشعر بأنه مقبول لذاته، تشعر بأنه في بيئة آمنة مستقرة سعيدة، فيها 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 من البهجة ومن السرور ومن لأن الأم عادة لما يكون ابنها عنده هذه الاضطرابات تكون مركزة على الاضطراب، ومركزة على كيفية إنجاز واجباته المدرسية بطريقة أفضل، والحصول على أعداد ربما يعني مرتفعة أكثر من تركيزها على صحة ابنها النفسية أو توازنه النفسي أو علاقتها حتى هي به. تشعر أن علاقتها به أمر مفروغ منه، وهذا مش صحيح، هذا غير صحيح. علاقة الطفل بأمه تكون مهددة إذا الأم تحولت في المنزل إلى معلمة وليست أم. الأم التي تتخلى عن دور الأم وعن الأمومة اللي فيها احتواء، اللي فيها مساندة، اللي فيها دعم، اللي فيها محبة غير مشروطة، اللي فيها إصغاء، اللي فيها فهم، هذه الأم تتحول إلى مدرسة في البيت، تطالب بإنجاز الواجبات بطريقة ربما فيها حزم أكثر من اللازم إذا ما قلناش فيها شدة. فهذا كل هذا يعني يزيد من تشتت الانتباه عند الطفل، ويزيد من القلق متاعه، ويزيد من يعني الاحتياج. راه الطفل يحتاج إلى حضن الأم، وإلى الفهم، وإلى الدعم، وإلى المحبة، وإلى القبول، كما يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب. صحيح، وربما هذه الأشياء التي يغفل عنها بعض الآباء. صحيح. نعم سنتي، نعم والله الحديث معك مات، لكن عندنا مداخلة بعدك في الجانب الصحي، وإن شاء نعم الله كل أستاذة منكم سنستضيفها إن شاء الله في استضافات محاضرات خاصة حول هذه الموضوعات، سواء الدكتورة نجوى ما شاء الله غطت الجانب النفسي، وأنت أحسنتي في عرض الجانب التربوي، وخاصة تكلمتي يعني بأسلوب مسهل وميسر يفهمه أولياء الأمور. إذن دكتورة، أنا ركزت وكتبت على بعض الملاحظات العلاجية. أولا القبول، من ثم الاحتواء، من ثم نحن نرتب أشياء عملية مع الطفل في البداية، نكتب له مهامه، ننتقل إلى نبدأ بالمهام السهلة، نشجع على كل مهمة يقوم بها، نبحث عن الأشياء التي تحتاج ممكن تركيز أقل أو وقت أقل في أدائها. لما الطفل يطور من نفسه نطور معه الموضوع إلى ما هو أفضل. ربما في البداية علينا أن نصبر، ولا يعني يحتاج معالجة وصبر، ولا نطلب من الطفل أنه من البداية يعني يتفوق ويأتي، ولكن كل تدرج يكون فيه الطفل من نقطة لنقل إلى نقطة أفضل، نشجعه على هذا الأمر لنكسبه ثقته بنفسه. وإذا كان في تعاون بين أولياء الأمور في هذا الأمر وبين المؤسسات التعليمية لتعمل عملها التربوي، أكيد سنجني الكثير والكثير. أحسنتي أستاذتنا الفاضلة جميلة، والله أبدعتي صراحة في عرضك. نعم، هل في نقطة نعم. أخيرة، نقطة أخيرة هامة نعم. جدا، هي مسألة تشتت الانتباه يعني وتأثيره على الحياة الطفل المستقبلية. في حال استمرار أعراض هذه الاضطرابات لفترة متقدمة في حياة الطفل، فقد يظهر لديه الكثير من المعوقات والمشاكل النفسية والحياتية، والتي تظهر بشكل كبير في مرحلة المراهقة، وتتمثل في فشل الحياة الدراسية
مما يوقعه فريسة للإحباط واليأس والفشل. كما قلنا صعوبات التواصل المجتمعي سواء مع أصدقائه وأقرانه في المعهد أو حتى في الحياة الاجتماعية، مما يجعله يتحاشى يعني الأصدقاء، ما عادش يكون أصدقاء، يولي لأنه لا يضمن أن تكون هذه العلاقة صداقة جيدة، ما ينجمش يوصل يكون صداقة مع أقرانه ومع أصدقائه في المعاهد وفي المدارس. وربما هذه الصعوبات تصل إلى حد تعاطي المخدرات، لتتطور بعدها إلى الهرب من تحمل المسؤوليات عموما، والشعور الدائم بالذنب وجلد الذات، مع عدم القدرة على إنجاز مهام عمله وحياته اليومية. وهنا يعني أنا نقول الكلام هذايا حتى الأمهات والآباء، نحذر يعني نعم حتى نحذر يعني إلى وننتبه يعني. نحذر وننتبه إلى أطفالنا منذ البداية، وربي أحسنت ذلك إدريس، في الجميع. إن شاء الله نسأل الله أن يحفظ الأبناء والجميع يعني من هذا الأمر. أحسنت أستاذتنا الفاضلة، جزاك الله خير، صراحة أبدعتي، بارك الله فيك. نلتقي مباشرة مساكم إلى الخير. الأستاذة سماح الحصري. السلام عليكم أستاذة سماح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، مرحبا بك. مرحبا بحضرتك. تناولت الدكتورة نجوى الجانب النفسي، الدكتورة جميلة الجانب التربوي، الآن ننطلق معك في الجانب الصحي أستاذتنا الفاضلة، لتحدثينا عن هذا الجانب المهم أيضا. بإذن الله ستتناولين فيه العادات الصحية السلبية لتزيد من التشتت، في مقابل ما هي العادات الصحية الإيجابية التي ترفع مستوى التركيز لدى الأطفال واليافعين وحتى لدى الناس جميعا يعني. وأيضا إذا ممكن أن تعرجي على أهم الأغذية التي ترفع من مستوى التركيز، وفي مقابل الأغذية التي تزيد من التشتت وتقلل من تركيز الإنسان، وتختمي لنا بنصائح وتوجيهات. فنبدأ بالعادات الصحية، ما هي العادات الصحية السلبية؟ نبدأ بالشيء السلبي ليزيد تمام إن من شاء الله. تشتت. نعم تفضلي بسم أستاذة الله نجوى. الرحمن الرحيم. طبعا العادات الصحية قلة النوم، إن الطفل يسهر بالليل وقت متأخر جدا ويقوم برضه مستيقظ بدري، فبيبقى مش مركز في المدرسة وما عندوش عنده تشتت في معظم الوقت. قلة النوم، النوم كثير بكثرة في النهار، يعني نام كتير وقت طويل جدا بالنهار، دي برضه بيقلله التشتت لأنه ما بينامش بالليل وبينام بالنهار. الشعور بالعطش لما يكون ما بيشرب الميه، مش شارب الميه الكافيه، دي برضو بتخليه عدم تركيز. الشعور بالجوع لما يكون جعان او عنده قلق او عنده توتر، بيخليه برضو عدم عنده تشتت. السمنه المفرطه لما يكون طفل سمين جدا او وزنه زايد جدا، زي معظم الاسر بيحبوا ان طفلهم يبقى وزنه زايد او مفرط، فده بيبقى تشتت، بيؤدي التشتت وبيؤدي للامراض. كمان عدم الحركه، يعني انا ببقى مبسوطه ان ابني جالس مثلا قاعد قدامي على التابلت او على التلفزيون ما بيتحركش، فدي في امهات بيفرحوا جدا بكده، وده اكبر خطر واكبر سبيل للتشتت. كمان لما يكون عنده الم في جسده او يشعر باي تعب في الجسم او اي جرح في جسمه، فبيبقى عنده تشتت مش عارف يركز، انه حاسس بالم او مرض في جسده. كمان التوتر والقلق احنا قلنا عليه، والخوف الشديد، الآثار الجانبية من بعض الأدوية، في بعض الأدوية الأطفال بياخدوها بتبقى آثارها الجانبية بتؤدي لعدم التركيز وعدم التشتت حتى لكبار السن أو لينا كأفراد العائلة. في أدوية بناخدها من الآثار الجانبية بتاعتنا بتبقى عدم التركيز والتشتت. كمان الصوت العالي والضوضاء والتلوث البيئي، لما يكون قاعد في بيئة متلوثة أو بيئة مش نظيفة أو فيها هواء كتير، فيها أتربة، فيها عدم نظافة، ده برضو بيؤدي لعدم للتشتت وعدم التركيز. لازم كمان قله الرياضه، احنا قلنا مشاهده التلفزيون لفتره طويله جدا، لما يقعد فتره قدام التلفزيون او قدام الالعاب الذكيه اللي هو الالكترونيه، برضو بيخلي الطفل ذهنه، حتى لو واحد نده عليه ما بيردش لان ذهنه كله مركز في اللعبه او الكرتون اللي بيشوفه. السكريات، السكر الابيض من الخطر الكبير جدا على الاطفال والصغيرين، ده من السم يعتبر. الملح الزائد في الاكل برضو ضرر للطفل، وبيؤدي برضو لعدم التشتت لانه بيجيله
التهابات في الجسم، والتهابات بتأثر على العقل والمخ. كمان في حاجة بتبقى بسبب الأم، إنه إن الطفل يجي وقت الحمل المية تقل حواليه، أو وقت الولادة يحصل خطأ في الولادة فيحصل إن عدم وصول الأكسجين للعقل، فيبدأ يبقى عنده ضعف في التركيز والنمو كمان. دي بعض العادات. وكمان عدم الطفل عدم ما يفطرش وهو نازل، يعني الطفل بينزل أو الكبير بينزل وجبة الإفطار وهي أهم وجبة، هي وجبة الإفطار. دي العادات السلبية أو بعض وهذه سبحان الله أستاذ سماح، هذه ظاهرة مش منتشرة يعني، أو لا أستطيع أن أقول منتشرة، ولكن تجديها من حولنا. يعني نحن أحيانا كثير من الناس يقول لك أنا لا ما نفطرش صباحا يعني، هو أو أكبر خطر أحيانا يعني. يأخذ فنجان قهوة ويذهب، يبقى يفطر مثلا بعد الساعة 12 أو يعني منتصف النهار أو كذا. وحتى بعض الأبناء يمارسون نفس الفعل، الكثير هو من للأسف حتى بيجي الطفل الأمهات طبيعي. تقول لك ابني لا يفطر ويذهب إلى المدرسة بدون إفطار. ما هو للأسف طيب بيجي كيف الطفل، بيجي تفضل. الطفل للحصة بعد ساعة، بعد الساعة 11 أو بعد الساعة 10 ونص، وقت طويل جدا، بيبتدي ان هو يفقد التركيز ويفقد ويتشتت ويفقد الفهم ويفقد كمان القدرة على الحركة، لأنه الفترة دي كلها جسمه بيفرز بي 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 بيستخدم المخزون اللي عنده، فيبتدي انه ينفذ من صحيح. عنده، فيبتدي الطفل عدم التشتت. فحتى لو مش هيفطر، لو الام هتعمل له اسقيه عسل، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال معلقه ميه على نص كوبايه ميه، معلقه عسل على نص كوبايه ميه، وياخدها الطفل قبل ما يخرج، دي هتدي له غذاء وفيتامين وهتنشط جسمه قبل ما يوصل، هتساعده على التركيز. كمان لو اديته حتى تمره، انه سكر احادي، والسكر احادي مفيد جدا جدا للمخ، برضه الطفل هيبتدي ان هو يبقى خد الجرعة اللي تخليه يقدر يركز لحد ما يجي وجبة اللي هو ياكلها في المدرسة. يعني مهم جدا جدا ان الافطار قبل الذهاب الى العمل او المدرسة. هنيجي للعادات الصحية اللي هي الصحيحة، ان هي النوم مبكر، لازم ينام بدري جدا الطفل على قد ما نقدر ننيمه بدري بعد العشاء، او بكتير او ساعة بعد العشاء. الاستيقاظ مبكر، الصحيان بكري باكر او بعد وقت الفجر ممتاز جدا للكبار والصغارين، لانه بيبتدي ياخد الهواء النقي، ويبتدي الطفل جسمه يتنشط، ويبتدي ياخد النشاط من اوله. تذكروا فانا في البكور بركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. كمان لازم ياكل الاكل يكون متوازن، ويكون فيه غذاء سليم. يعني ازاي يكون متوازن؟ يكون فيه كربوهيدرات، يكون فيه بروتين، يكون فيه دهون صحيه، يكون فيه نشويات قليله. ياخد الطفل لازم ياخد وجبه متوازنه فيها كل اللي الجسم بيحتاجه. هنغير له الوجبات، يعني مش لازم ناكل لحمه على طول، او ناكل دجاج على طول، او ناكل سمك على طول. رغم السمك هو اهم حاجه لتركيز المخ، لان فيه اوميجا 3، والاوميجا 3 بيتكون منها العقل نفسه، سبحان فهو الله. مفيد جدا جدا السمك، وبخاصه التونه والسلمون السردين. ولو يفضل الطفل ياكله بالجلد بتاعه، لان الناس كده بترمي الجلد، لان هو الاوميجا تحت الجلد نفسه، فناكله يحاولوا يعملوا طريقه انه يبقى ياكل الجلد نفسه، وما يعملوش الطريقه ان هو يتسوى لدرجه انه يفقد الغذاء اللي فيه. يحاول نسويه باسهل طريقه وافضل طريقه، نكتسب الغذاء والفيتامين الموجوده في السمك. السمك مهم جدا جدا، ندخله نعمله باي طريقه، بس الطفل لازم ياكله مرتين في الاسبوع، وهو واللحم والبروتين. البروتين ممكن ناخده من البقوليات، ممكن ناخده من اللحوم، على قدر المستطاع. لازم يكون الوجبة متكاملة. الرياضة مهمة جدا جدا، لازم نشوف الرياضة للطفل يقدر ان هو يمارسها وبيحبها ونشجعه عليها. يعني هي الحركة بتبتدي تنشط الجسم وتنشط الدورة الدموية، توصل للعقل، ويبتدي يبقى يكون مركز، ويكون عنده عدم شتات. يشرب مية بكثرة، نخلي جنب المية جنب الطفل كوباية مية خاصة بيه يشربها بكثرة، ولو عصرنا عليها ليمونة يكون أفيد عصرة ليمونة بسيطة، ورايح المدرسة برضو هياخد المية الكافية اللي فيه. ولو حطينا له 7 أو حبات من الزبيب، ممتاز جدا جدا، لأن هو بيقوي العقل والذاكرة، وبينبه وبيغذي الطفل. لو احنا عندنا طفل معانا الزمزمية أو زجاج المية أو الشيشة المية اللي بياخدها معاه، بنحط له فيها الزبيب، ممتاز جدا. أو ننقع له الزبيب من الصبح بالليل، برضه هيكون ممتاز جدا لو خده على الريق وشربه، ده هيكون خد غذاء متكامل. الزبيب وميه التمر، يعني ميه الزبيب وميه التمر، ده لوحده وده لوحده، مش هينفع ننقع الزبيب مع التمر، لان يعني هيدي تخمر، ده لوحده وده لوحده.
كمان يجب ان يكون اللي هو وقت يتمنع عن اي وجبات سريعه، ممنوع الوجبات السريعه اللي هي الهمبرجر والشاورما. إيه سبحان الله، كنت عاوزة أسألك على كنت أريد أن أسألك عن الوجبات السريعة لا الآن، مسألة انتشار الوجبات السريعة سيدة سماح، يعني انتشار رهيب، وأيضا مسألة إنه الأطفال بالذات يعني في بعض في ثقافتنا نحن الطفل في كل مرة نعطيه شوكولاتة، نعطيه حلوى، نعطيه يعني الأشياء هذه دائما ما نحب نعطيها للأطفال، فهل ممكن هذه نعطيه تؤثر شوكولاتة، سلبا أم إيجابا؟ يعني ما الشوكولاتة بالذات نستعمل الأشياء شوكولاتة الدكنة ويكون كمية قليلة جدا، مش ما نفرطش في قطاع الشوكولاتات والحلويات نعم والمواد الحافظة، لأن فيها مواد حافظة عالية. أأمن حاجة الشوكولاتة الدكنة، لو احنا ادينا له منها هيديله قطعة في اليوم أو قطعتين. بديل إن احنا نعوده على المكسرات، لأن المكسرات مفيدة جدا جدا جدا، وخاصة لأن الجمل اللي هو الجوز مفيد جدا للعقل، الزبيب زي ما احنا قلنا، الحاجات دي كلها هي افيد من الشوكولاته. نعود الطفل ان البديل بتاعنا المكسرات والحاجات المفيده، بلاش ان احنا كل ما الطفل يحتاج حاجه نجيب له اما وجبه جاهزه وجبه سريعه، يا اما نجيب له شوكولاته، يا اما نجيب له شيبسي، يا اما نجيب له الحاجات اللي فيها مواد حافظه وفيها الوان وفيها حاجات تاذيه مش تغذيه، وتؤدي الى سمنه، مش تؤدي الى ان الطفل يبقى جسمه سليم، لا هيبقى جسمه سمنه، وفي نفس الوقت هتاذيه في عقله وفي جسده، وهتجيب له الامراض لانها تضعف المناعه. كمان نبعد عن الزيوت المهدرجه والدهون الضاره، يعني نرجع بقى اللي احنا ضحكوا علينا او قالوا الابحاث قالت زمان او فهمونا ان السمنه البلدي والدهون الحيواني مضره، بل اثبتت الدراسات دلوقتي ان السمنه البلدي بتاعتنا اللي موجوده في اي بلد اللي هي الجاموسي او البقري او الجملي او الماعز نعم معروف معروف السمك. مفيده جدا جدا جدا، وان الانسان لازم ياكل في اللحمه، ياكل الدهن الدهون الموجوده في اللحم نفسها مفيده جدا جدا، غير الموجوده في الدجاج. الدجاج لو مش متربي على في الطبيعه نرمي الجلد بتاعه، لكن اللحوم لو موجوده لحمه دهون في قلب اللحم ناكلها وناكلها لاطفالنا، لان دي المفيده للجسم، بتبقى مفيده للجلد، مفيده للعقل، مفيده للشعر، مفيده للجسم كله. لا بل نمنع بقى السمنه النباتي والزيوت المهدرجه والحاجات دي كلها، يتمنع نهائي البيف واللانشون ده يتمنع نهائي، لان ده مضر للجسم ومضر للعقل نفسه. احنا قلنا كده بعض الاغذيه، هنقول برضو في حاجات تانية. اليقطين من الحاجات الممتازه جدا جدا للعقل وتكوين عقل الطفل، حتى المانيا لما عملوا ابحاث عليه جبروا الاطفال ياكلوه يوميا من كتر الافاده الموجوده فيه. اليقطين من الحاجات المفيده جدا جدا، يدخلوا اطفالنا في الاكل لانه مفيد جدا جدا. برضو التوت، انواع التوتات كلها مفيد جدا للطفل، احنا ممكن نديله وجبه المدرسه يكون فيها توت، يكون فيها فراوله، يكون فيها فاكهه موجوده معاه، بدل ما نديله بسكوت وشيبسي والحاجات دي كلها ومصاصات والحاجات دي والبونبونيات، لا نديله فاكهه. والفاكهه اللي هنقول عليها هي اللي نحرص عليها، يبقى نديله عدد مكسرات، نديله عدد ثمرات من الفاكهه زي التوت زي العنب زي قطعه زي الموز، حاجات مفيده جدا جدا. نديله قطعه القرع لو عملنا له بطريقه جيده، ونديله حتى منه ممتاز اللي هو اليقطين. دي من الحاجات الممتازه للطفل اللي لازم يتعود عليها وياخدها، عشان نعوده ان هو بديل الحاجات الصناعيه، نعوده نمنع منه الديل الابيض، لان الديل الابيض فيه اضرار جامده جدا جدا، نحاول نعوده على الديل الاسمر كامل الحبه، او دقيق الشعير، او اي دقيق تاني بديل الديل الابيض اللي هو الديل اللي هم بيقعدوا يطوروا فيه لحد ما يبقى ابيض ناصح كده، فده بنمنعه نهائيا. نحاول ندخل الديل الاسمر ونديله الوجبه بتاعته تكون فيها كده. احنا قلنا بعض البروكلي من الحاجات الممتازه جدا جدا، لانه بينقي الجسم من السموم، وكمان بيساعد في تكوين الجسم والعقل. فالبروكلي حلو جدا، نحاول ندخله للمخ نفسه، بيساعد على تكوين، لان احنا بننقي الجسم من السموم والالتهابات الموجوده فيه، يبتدي العقل نفسه يتنقى ويبتدي يستوعب ويبتدي يبقى مركز ويبتدي عنده تركيز وعدم شتات. يبقى البروكلي برضو من الحاجات الممتازه جدا جدا. دي بالنسبه للاكلات، بعض الاكلات اللي احنا قلنا بيها. اللبن ما نجيبوش، يعني معظم الناس دلوقتي بيجي يدوروا على الحليب، بيدوروا على الحليب اللي هو نص الدسم او الحليب المبستر. لا نشرب اولادنا الحليب الطبيعي التكامل الدسم، لانه هيستفاد بيه، احنا عايزينه كامل الدسم، ما ناخدش
نص دسم او يكون مبستر، نحاول نجيبه اللي هو الصلاحيه بتاعته ما تزيدش عن 3 ايام او 7 ايام، او يكون جاي من عند المكان نفسه اللي بيحصل فيه الحلب الحيواني. دي من ضمن الاطعمه اللي احنا قلنا عليها مفيده جدا جدا للطفل. هذا يعني أستاذة سماح الكلام اللي كنت تقولي فيه عن العادات الإيجابية من الناحية الغذائية، أقصد هذا يعني أنه الأم يعني يجب أن تكون عندها ثقافة غذائية، وأن هي نفسها تغير نمط الغذاء التغذية اللي موجود في البيت، لأن الطفل هو أصلا هذه العادات، عادات الأكل السريع، أحيانا كثرة الحلويات، الأشياء هذه، هو الدقيق الأبيض كذا هو يتربى عليها في البيت، فمن الصعب بعدين أنه يتم تغييرها. لكن لو الأم عندها ثقافة غذائية وتراعي الثقافة الصحية في هذا الأمر من البداية، وتحاول أن هي يعني تبتعد عن المواد الحافظة وتأتي بالأشياء الطبيعية، دقيق الشعير أو دقيق القمح الكامل الكامل، أو الأشياء اللي أشرت إليها، واللي نحن أصلا كانت هي صراحة يعني جزء من ثقافتنا قبل ما تدخل الأكل السريع والأشياء الحافظة وكذا. فالموجه الأساسي هنا هو الأم، هي اللي تعمل على هذا الأمر، أليس كذلك؟ نعم اكيد لازم كل ام يعني ما تكون بتاكل ابنها تفهم ان بتاكله حاجه تكون جسمه وعظمه، لان الطفل بيتكون من عند امه. يعني حتى الام وهي حامل مسؤوله عن الطفل اللي في بطنها او الجنين اللي في بطنها، الاكل اللي تاكله هو اللي بيكون بيه جسمه. هي لو هي اثرت في اكلها كمان وسيستم، مثلا في امهات كتير تبقى حامل ما تقدرش تاكل ابدا او تاكل الاشياء اللي هي الحاجات السريعه او الحاجات اللي قلنا عليها دي، بتاذي طفلها اصلا. تعمل حساب ان ربنا سبحانه وتعالى حاسبها على الطفل اللي داخل بطنها دوت او داخل وقت تكوينه، لان جسمه بيتكون من امه. فبتبتدي بعد كده الام هتيجي لما تيجي نمط حياتها لازم تغيره للاحسن. اعود افهم ابني ان الدقيق الابيض، الدقيق الابيض بيجيب أمر حاجات جسم يضر الجسم، افهمه ان المكسرات افضل من الحاجات التانية. وممكن اعمله مكسرات بشكل كتير باشكال كتير جدا. يعني لو جبت مجموعه، مثلا لو جبنا عين الجمل اللي هو الجوز وطحناه مع مقدار مسله من الزبيب وحطينا معاه مقدار من العسل وحطينا معاه كمان نفس المقدار معلقه كركم مع قليل من الفلفل الاسود، لان الكركم فيه ماده الكركمين دي الجسم ما بيمتصهاش الا مع الفلفل الاسود، هو اللي بيساعده على امتصاص الجسم. فهنضع تعمله الخليط ده كله وتحطه كمعجون وتعمله الصبح على كوبايه الحليب وتدوبها ويشربها الطفل، هتعجبه جدا جدا، هتبقى مغذيه وتحس بيحس ان هي وجبه متكامله ودسمه وهتعجبه، لان هي فيها مكسرات وفيها سمسم وفيها حاجات، فيبتدي الطفل يحبها جدا. ممكن اعمل له خليط من المكسرات واعمله زي بالشوكولاته الداكنه واعمله زي بونبون ياخده معايا. فالام لازم تشغل تفهم كويس جدا جدا اكلها هو اللي هيأذي ابنها وهو اللي هيسلم ابنها من أي أمراض إن شاء الله، وينبته نبات سليم أو صالح، يعني نبات قوي، أو ينبت أو يكبر على صحة سليمة وقوية. طبعا بحرص جدا جدا على المشروبات الطبيعية، يعني مثلا ما بلاش أجيب له المياه الغازية وبلاش أدخله المشروبات اللي فيها الطاقة والحاجات الصناعية كتير. أنا أحاول أشربه مثلا الإيران أو اللبن الرايب عندنا في مصر، أو في بعض البلاد على الايران، الايران ده اللبن اللي زي نعم معروف. معروف، فهو ده مفيد جدا جدا لانه بيساعد على تكوين بيزود احنا البكتيريا. الان لا نحن اللبن نقول له حليب بالعادي، هذا نسميه حليب، الحليب العادي، لكن ده ايران، ده حاجة تانية. نعم، اللبن الرايب، والعيران اللي قلتي انه عيران، نحن نسميه اللبن هذا، نحن نسميه لبن، يختلف تمام، من دولة اللبن لدولة. نعم اللبن نعم ده مفيد جدا جدا لانه بيزود البكتيريا النافعه، فحلو جدا نعم جدا للطفل، في فيتامينات في غذاء. لو عودنا الطفل انه ياخده معاه من المدرسه ممتاز. لو احنا عودنا الطفل وهو قاعد يشرب كوبايه شاي اخضر، يشرب كوبايه جنزبيل مع الحليب مع الكركم برده ممتاز جدا، مع قليل من الفلفل الاسود، الحاجات الطبيعيه نحاول نشربه البرتقوش، الحاجات ونحببه فيها، نعمل له عصير الكركديه، نعمل له عصير اللهم صل محمد، اللي هي الأسوس، الحاجات الطبيعية دي أفضل. والطفل لو خد عليها وحبها خلاص هيرفض أي حاجة من بره. أنا عندي يعني طفل، يعني ابني، لما أنا بقول خلاص قلت له الحاجة دي فيها ضرر، خلاص هو بيفهم، فبيقول لي لا أنت قلتي لي فيها ضرر المرة ما عملناها المرة اللي فاتت، مش هنعملها تاني، نعمل غيرها. فإحنا بنفهم الطفل ده ما ضرر شاء الله. لجسمه ويكون مستوعب،
خلاص الطفل نفسه بيرفض ان هو مره هيرفض يقول لا انا عايز كذا، وممكن مره كل فتره نجيب له حاجه من الحاجات اللي هو زي الشيبسي او المال اي حاجه كل فتره كل كام شهر مره، عشان ما بقاش حاسس بحرمان فقط. مش هتفيده، مش هتفيده في اي حاجه بالها يعني. ومهم جدا ام تحرص، اي ام، انها تعمل دوره تنظيفيه للبطن لطفلها كل 20 يوم او كل شهر. دي مهمه جدا، لان طول ما الطفل عنده تراكمات او عنده ديدان او عنده دندبوسيه او عنده فطريات في البطن في الامعاء، بيخلي الطفل ما يستفادش بالاكل، يكون عنده انتفاخ على طول، يكون مش مركز، يكون مش مستوعب، لان هو بس ما بيتغذاش، ما بيوصلوش الغذاء بسبب الفضلات الموجوده في المعده والامعاء، الغذاء ما بيوصلش عنده. الطفل ما بيكبرش، الطفل عنده وجهه فيه بقع بيضه، تحت عينه اسمر اسمر، او مثلا جسمه مش مفهوش قوه. ده كله بسبب ان احنا مش عاملين الدوره التنظيفيه الطبيعيه اللي اهلنا كانوا زمان بيعملوها، اجدادنا، نعمل دوره تنظيفيه للطفل او للعائله كلها بطريقه سهله جدا جدا. السنه اقل حاجه، السنه المكي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى لو كان شفاء من الموت لكان في السنه. فلو جابت الام 7 ورقات من السنه وحطت عليها معلقه شمر، اللي هو الكمون الحوت اللي موجود عندكم باسم بعض البلاد، او الكمون الحلو، وعملت عملته نقع من بالليل للصبح، ويوم العطله تدي الطفل منه نص كوبايه، ممتاز جدا جدا، قادر ينظف المعده والامعاء، ويعمل الطفل يبتدي ان هو يستوعب، ويبتدي ان هو جسمه يستفاد بالاكل اللي بياكل. اللي ما تعرفش السنه ممكن تديله الشربه الموجوده في الصيدليه، اللي مش عايزه الشربه تديله الحقنه الشراجيه معروفه عند كل البلاد. المهم انها تعمل الدوره التنظيفيه اللي الطفل يبتدي يستفيد بعديها ويركز ويبتدي يستفيد بالاكل اللي بياكل. دي نصيحه للام طبعا، ان هي تشتغل على موضوع انها تعمل كل 20 يوم او كل شهر دوره تنظيفيه للبطن والامعاء والمعده. لان اطفال جميل. كتير جدا جدا بقى عندهم تراكمات في المعده، وبسببها بيجي الديدان، وبسببها بيجي معظم الامراض، ونقص فيتامينات ونقص غذاء، ويخش في متاهات ثانيه، ويكون السبب ان الام اهملت في موضوع تنظيف المعده والامعاء. أستاذة سماح، رائع ما تفضلت به أنت، ما شاء الله أعطيتينا الأغذية، بعض الأغذية لتساعد على التركيز في مقابل البعد عن الأشياء التي بالعكس تقلل التركيز، وركزتي بالذات عن الأشياء المعلبة، الأشياء اللي فيها مواد حافظة، الأكل السريع. لكن أشرتي إلى نقطة أنه الطفل هذا، وأشرنا إليها، أنه نحن نعلمه هذا الأمر حتى أحيانا تدريجيا. هل يمكن مثلا أنه نجعل أبنائنا أيضا لما يتبنوا التغذية الصحية اللي في النهاية ستعود عليهم بالنفع أو تبعدهم عن التشتت، هل يمكن أنه نحن أيضا نشرك أطفالنا في عمل هذه الأشياء، يعني معنا في المنزل ويشاركونا في عمل هذه الأغذية حتى يصبحوا يحبوها أكثر؟ هل هذا نعم يساعد أيضا مثلا؟ نعم هل أكيد. يساعد أيضا لخلق الأجواء الأكل اليوم؟ نحن نعاني صراحة في أجواء اليوم، البيوت تصبح مثل كأن يعني كل شيء على السريع، اللي عاوز يدخل البيت يدخل، يعني ما فيش تحديد يعني لمواعيد الأكل. مثلا زمان كان فيه وقت للغداء وقت للعشاء، الآن كل واحد عنده مشغول أحيانا بالهاتف، مشتت حول، يركز حول هذه الأشياء، من ثم يدخل المطبخ يأكل بسرعة ويذهب. هل في نعم عادات أيضا تساعد غذائية، مثلا طريقة الأكل، مواعيد، ضبط مواعيد الأكل، هل يساعد هذا على التركيز أم لا ليس له علاقة؟ أكيد طبعا أكيد. يعني مثلا لو الإنسان أمس قبل ما يخرج للعمل أو يخرج المدرسة وجبة الإفطار، بعد ما يرجع من المدرسة يلاقي وجبة الغداء، ده كله لأن بيجي فترة المخ ما يوصلوش الغذاء أو يوصل له الأكل الكافي، يبتدي يفصل أو يعمل، يبقى عنده تشتت. حتى إحنا ككبار لما يحصل لنا جوع او ما نشربش ميه كتير، لان الميه بتساعد على تشغيل المخ او تكوين المخ نفسه، بتوصل الاكسجين للمخ. فاحنا لو قعدنا فتره ما اكلناش او ما شربناش ميه، على طول احنا ككبار او صغارين بنحس بتشتت، بنحس ان احنا مش مركزين، في زغله في العين، مش منتبهين اللي حوالينا، لقله وصول الغذاء للمخ. فلازم نثبت وجبه الافطار والغداء والعشاء. ومهم جدا لو احنا شاركنا الطفل قلنا تعالى نعمل وجبه العشاء، لو الطفل صغير وابتدي ندخل وشارك في الاكل بياكله بنفس مفتوحه جدا، لو بالذات لو عمله، يعني لو وقفت ابني بيعمل معايا كيكايه
او بيعمل معايا الحلويات او بيعمل معايا المكسرات اللي قلت حضرتك عليها، هو نفسه اول ما بيعملها بياخد يلف على اخواته وبعد كده بيجي ياكلها وفرحان بيها جدا، انا اللي عملتها. بيبقى مبسوط جدا انه عمل حاجه زي كده وفرحان وبياكل منها بشهيه، وفي نفس الوقت بيعزم عليها اخواته او حد من صحابه. فحلو ان هنشارك الطفل، حلو ان نعمل نحدد وجبه الغداء والعشاء. يعني اللي شفناه في بلد زي تركيا الناس هنا بيفطروا بدري، وجبه الغداء عندهم بتبقى الساعه 1 روتين، 1 او 12 ونص كل اي مكان بيكون في وجبه غداء، المستشفيات المدارس كله دي وجبه الغداء معروف وقتها خلاص كله بيقفل وكله بيبتدي ياكل. وجبه العشاء عندهم بتبقى بدري جدا جدا، ده الصح. اول ما يرجعوا من الشغل الساعه 6 او 7 ابتدوا ان هم ياكلوا، بعد كده ما بقاش في اكل، يبقى في مشروبات بقى، في حاجات تانية فاكهه، لان هو كده النظام صح، ان وجبه الغداء تبقى الظهر مثلا او الساعه 2 كله بياكل في وقت واحد، الفطار قبل ما يخرجوا من البيت، العشاء ان شاء الله بعد صلاه العشاء على طول يبقى في وجبه العشاء. ده ممتاز جدا جدا لو عملنا الموضوع ده. في حاجه مهمه جدا احنا كلنا غافلين عليها واتلعب علينا والعالم الغربي لعبوا علينا بيها، ان احنا بقينا نهمل او عندنا اهمال في حفظ القران للاطفال. حفظ القران من الحاجات الممتازه جدا، بتنبه الطفل من صغره. يعني احنا كنا صحيح لو أحسنتي. شفنا زمان او شفنا اجدادنا زمان ايام الكتاب، حياتك تتذكري الطفل من 3 سنين ل6 سنين كان بقى في الكتاب في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو شفنا لو رجعنا لخطه امريكا والانجليز، في كتاب اسمه الثوره الاسلام الثوري، ما اخت ترجمته قالت ان سبحان الله وجدوا ان اكثر انتباها واكثر تركيزا واكثر حفظ للكلمات العربيه الفصحى اطفال ايام احتلال الانجليز وفرنسا. ان وجدوا ان الطفل المسلم بحثوا وعملوا ابحاث ان المسلمين كانوا غزوا ضواحي فرنسا باريس، وغزو حد الفلبين، غزو بلاد، فتحوا بلاد كبيره جدا جدا حتى افريقيا. فلما رجعوا شافوا الموضوع ده وجدوا ان الطفل بيبقى من 3 سنين ل6 7 سنين بيحفظ القران، بعد كده بيبتدي انه يحفظ الفيه ابن مالك، بعد ما خلص ده كله بعد كده بيحفظ الفيه ابن مالك، فيها 100 بيت للشعر غير العربيه الفصحى. فابتدوا ان هم قالوا للاطفال، عشان كده الاطفال المسلمين نعم عندهم تركيز وعندهم انتباه وعندهم حصيله من اللغه العربيه الفصحى. فاشتغلوا، الله ينتقم من اليهود، اشتغلوا على ان فرنسا اشتغلت انها تقفل الكتاب، والانجليز قالت ان احنا نخش على مصر، مصر طبعا عندهم فصاحه، فابتدوا ان هم يلعبوا ان هم يعملوا مدارس اجنبيه ولغات، وابتدوا يعملوا الحاجات دي كلها، وابتدوا ان هم ما يتكلموش فيها عشان ينسوا المصريين اللغه العربيه الفصحى وينسوهم حفظ كتاب الله. فلازم نرجع المقصد من هذا استاذ سماح، يعني فهمت منك انه الطفل لما يدخل مبكرا، وهذا صحيح يعني مشاهد، الاطفال الذين يدخلون مبكرا لتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فعلا لان وأكثر تحفظ تركيز، كتاب الله عز نعم وجل يحتاج لتركيز، نعم، فيكون أكثر اكثر تركيز وأكثر تركيز و... فصاحة. نعم، نعم نعم صحيح صحيح. فهي طيب إنها من ضمن الوصايا إن الطفل نحول من 3 سنين نحفظه كتاب الله سبحانه وتعالى، وندخله بعد كده في ألفية ابن مالك زي ما كنا بيعمل القدماء أهالينا زمان. فالطفل ما شاء الله هيبقى مركز جدا، هيبقى ذكي جدا، هيبقى ما شاء الله عالم، أو يبقى حاجة نابغة، لأنه بدأ بالقرآن بسن مبكر، ففتح عنده مداريك وفتح عنده حصيلة الحفظ وفتح عنده مفاهيم كتير جدا جدا. صح صحيح. ولعلك إن شاء الله، يعني ما شاء الله نصائحك متنوعة، لعل اليوم الأمهات يشكو، أنا ذكرت هذا من قبل، من مسألة يعني هذه الأجهزة الذكية التي جعلت أبنائنا غير أذكياء للأسف الشديد. يعني الطفل، تعلق أبنائنا بالتلفزيون أو بالموبايل أو بالأشياء هذه، تجعل الطفل أحيانا يعني ممكن تقوم الدنيا ولا تقعد وهو لا يتحرك على هذه الشاشة، ومن لما صغير. بعض الأمهات تتعامل تربويا مع هذا الأمر كالآتي، إنه هي تبقى مشغولة مثلا في أعمال البيت، عندها انشغالاتها، فتعمل كل تفتح له التلفزيون أو تعطيه الهاتف من أجل أن يبقى ويسكن يعني لا يزعجها. فهل هذا التصرف، يعني ما هي نتائجه؟ يعني كيف تنصحي الأمهات في هذا الأمر؟ ما هو ده وكيف انا أن هي اتكلم، على الأقل تقلل من
من حركته في البيت بطرق إيجابية بدل من هذا الأسلوب يعني. زهرة، هو في ألعاب كتير جدا ذكية ممكن نجيبها للأطفال، ألعاب خشبية، في مثلا في حاجات كتير جدا ممكن نعمل لها بديل ونديله وقت معين. يعني مثلا لو عملنا للطفل نص ساعة في اليوم، أو كل ما يعمل حاجة كويسة يحفظ آية، يعمل كل فترة في آخر اليوم أديله نص ساعة يلعب لعبة ذكية على الألعاب الإلكترونية. في ألعاب ذكية كتير ممكن أنزلها له مع الحرص النفسي للنت وأنا مشغلة له اللعبة، عشان ساعات بيجي إعلانات أو بوستات ما تصلحش للطفل. فالمهم إن أنزله لعبة ذكية وأفصله النت وأديله يلعبها كل ما يعني آخر النهار، لما يعمل لعب ما يأدي واجباته كلها ويحفظ القرآن، أبتدي أديله ربع ساعة و10 دقائق على الألعاب الذكية، وأجيب له بديل الألعاب اللي هي الذكية اللي هي العادية، الخشب أو البلاستيك أجيب له رسم، يرسم لوحة حلوة نعلقها، نديله بديل، عشان هو لما احنا نسيبه من غير البديل يبتدي غصب عننا هيرجع للموضوع اللي هو الالعاب صحيح الالكترونيه. صحيح انا لازم صحيح اعمل له بديل، يعني انا اجيب له اعمال حاجه حلوه، ما اجيب له لعبه مش في دماغه، لعبه ذكيه، في العاب زي فك وتركيب، في العاب في رسم والوان صحيح حلوه، واجذبه بالحاجات دي. مع اني لو سمحت لي النهارده الصوره الفلانيه او عملت الواجب الفلاني كده كده هديك 10 دقائق على التابلت بلعبه اكون انا منزلاها وفاهماها وعارفاها صحيح وفصل عنه النت، دي الجائزه بتاعتك. فانا كده ما حرمتهوش ان هو بالالعاب الالكترونيه زي اصحابه في المدرسه، وفي نفس الوقت اديته الوقت المناسب، وفي نفس الوقت خليته لعب بالالعاب الذكيه الثانيه وعمل واجباته وعمل أحسنت كل اللي وراه يعني. أحسنت يا أستاذة سماح، والله يعني ما شاء الله يعني أكيد من استمع إلينا فاستفاد كثيرا جدا. بارك الله فيك، أحسن الله إليك، جزاك الله خير. فعلا نصائح مهمة جدا، والعودة للتغذية آخر نصيحة معلش الصحيحة. هنسيتها، الخضروات نعم الورقية مهمة جدا جدا، الجرجير، السبانخ، الخضروات الورقية مهمة للأطفال جدا، أدخلها بأي صورة وللكبار أيضا. والكبار أكيد. يعني نعم السبانخ نعم بس ما بيحبوهاش ممكن أدخلها لهم، إن أنا أعملها زي السلطة، أقطعها بإيدي ما أقطعهاش بالسكينة، أقطعها بقطع بصوابعي وأحصر عليها ليمون ومعلقة زيت زيتون، هيحبوها ياكلوها جدا لأنها بتعمل زي ليها طعم حلو كده، ميزز مع الخضر بيبقى طعمه حلو، هما بيحبوهاش، بس ادخلها في معظم الحاجه، لان السبانخ ممتازه فيها حديد وفيها مغذيات حلوه جدا جدا. الجرجير نفس الحكايه، كل الجزر، الحاجات الخروجات، الفلفل بالوان اعملها له سلطه، الاطعمه دي كلها الطفل هيستفاد منها جدا جدا، ولو شكلت له فيها يحبها، ولو عملها بايده هيحبها اكتر. نعم صحيح أحسنتي، بارك الله فيك أستاذة سماح، أحسنتي. الحقيقة نحن سننهي، لكن وصلني سؤال لعلي أوجهه إلى الأستاذة جميلة. معنا الأستاذة جميلة؟ معنا الأستاذة نعم جميلة؟ نعم تفضلي. نعم أحد وصلني هنا على الشات هذا السؤال، فهو الوقت أزف، لكن لا نريد أن يعني السؤال، لأن من الأخت كريمة الكريمة، الأخت هاجر تقول ابني ضعيف في القراءة، هل من حل؟ هل ممكن تعطيها بعض النصائح؟ القراءة، ماذا تعني بالقراءة؟ هل تريد ابنها أن يقرأ النصوص بطريقة يعني تلقائية، أو هي ستعلمه القراءة؟ ما معنى ضعيف في القراءة؟ كم عمره؟ كل هذه المعلومات يعني تخلينا أنت أعطي نصائح عامة، يعني هي ممكن تقصد ضعيف في القراءة، ممكن هو لا يتعلم بسرعة في لما يقرأ، لا أيوة. يتعلم بسرعة، ممكن تقصد هذا، يعني عنده صعوبات في التعلم. هي قالت إن أجابت، هي الآن قالت هو عنده 10 سنوات. نعم نعم عنده 10 سنوات. أولا الطريقة، أيوة طريقة هذا هو القراءة، أجابتك، خليك معي بس أستاذة جميلة، هي أجابتك، تفضل. قالت لك هو نعم عنده 10 سنوات نعم وعنده صعوبات في التعلم. نعم هذا ما نعم قصدته. نعم بالنسبة لل10 سنوات، يعني كيف أخذ يعني في البداية كيف تعلم القراءة؟ احنا باش ناخذه من البداية، نحاولوا نشجعوه مثلا بتنمية مهارات التخيل قبل أن نصل للقراءة. يجب أن ننمي مهارة التعبير، مهارة المطالعة،
مهارة التخيل لزيادة ضبط الانتباه، حيث يتطلب من الطفل أن يتخيل. مثلا نسأل، نعطيه صورة ونطلب منه أن يصف تلك الصورة وأن يعبر عليها، أو نجعل أو نقرأ قصة ونطلب منه إعادة ما فهم من تلك القصة، ونطلب منه أنه يلخص القصة بطريقته ولو بجملة أو جملتين، ونشجعه على ذلك تدريجيا حتى يصبح يحب القراءة. طبعا نختار المواضيع المحببة إلى الطفل، فيها تشويق، نصوص اللي نختاروها للطفل، القصص اللي نختاروها باش يطالعها الطفل تكون فيها يعني تستطيع الأم أن تخدم بها عدة أهداف: هدف تربوي، هدف أخلاقي، هدف أيضا تعليمي، وهدف أنها تنمي مهاراته للتخيل ومهاراته في تعلم اللغة اللي باش يقرأ بها، سواء عربية أو فرنسية أو إنجليزية. فتحرص الأم منذ البداية، قبل ال10 سنوات، منذ ال5 سنوات الأولى، تحرص على جعل هذه ال5 سنوات مليئة بفرص النجاح المعدة حسب قدرات الطفل. الطفل هذا عمره 10 سنوات، أنا سأعد لهذا الطفل برنامج، مفاجآت، مهمات بسيطة حسب قدرته هو، ونخليه ينجح فيها، وأحتفل بذلك النجاح معه، وهذا الاحتفال سيحفزه و سيجعله يبحث على نجاح آخر ويبحث على تفوق آخر، وهكذا ونسانده. من بين التجارب اللي عشتها شخصيا، أني ابنتي كانت في مستوى معين، يعني سنة ثامنة أظن، عمرها 11 سنة وقتها، كانت الإنجليزية أول مرة تقرأها، كانت الإنجليزية صعبة عليها، فلقيتها تبكي في يوم من الأيام، قالت لي ما فهمتش الإنجليزية. طيب شو نعمله؟ ناخذ الدرس نقرأه قبل أن تذهب إلى المدرسة، يعني نحن نستبق الدروس في المدرسة. فعندما تذهب إلى المدرسة هي والمعلمة تطرح ذلك الدرس، وتشعر أنها متفوقة، أنها تعرف ذلك الدرس من قبل، تستطيع أن تجيب على الأسئلة، فاهمة معاني الكلمات، تستطيع أن تؤلف جمل، تستطيع أن تنافس يعني أصدقائها في الإجابة الصحيحة، تستطيع أن تصلح لأصدقائها، وهكذا اكتسبت الثقة في نفسها وأصبحت متفوقة ولا تحتاج إلي البتة. فمثل هذه الطرق يعني تخلي الطفل يكتسب الثقة في نفسه ويعتمد على نفسه، لكن لابد في البداية من معرفة السبب. ما السبب الذي جعل ابني لست أدري العبارة التي استعملتها هي، يعني ضعيف التعلم، ضعيف في القراءة، هي هكذا وصفت ابنها، ضعيف في القراءة. ماذا تعني بكلمة ضعيف في القراءة؟ لا هي قالت لك عنده صعوبة في التعلم، نعم نعم، هي حتى قالت انه يكتب أساليب، نعم يكتب كيف؟ نعم لا هي كتبت انه هو يكتب، يقرأ نصف الكلمة ولا يكملها، ويحفظ القرآن بصعوبة، يعني عنده صعوبة تعلم. انت اعطيتيها بعض النصائح، وهي هي الأم الكريمة لابد ان يعني تستشير وتلجأ لهذه الأساليب اللي أنت أشرت لبعضها، وتحتاج المسألة شوية صبر، وأيضا معرفة الأسباب لها دور، يعني ربما نعم عندها مشكلة، لأن صعوبات التعلم عندها أسباب عديدة. حاضر، بس تكمل الأستاذة جميلة. نعم، صعوبات التعلم عفوا لها أسباب عديدة. إيه أنت ذكرتيها. نعم، لابد من معرفة السبب الأساسي اللي أدى إلى هذه الوضعية، نعم، مع الحرص على إشعار الطفل بالكفاءة، يعني دائما هذا يخليه يحب أن يتقدم وأن يتعلم وأن يأخذ المعلومة، ويحب أن يبذل جهد في الاتجاه الصحيح. نعم نعم نعم، هي كتبت أن عنده فرط في الحركة ونقص في الانتباه. لعلك أختنا الكريمة استفدتي مما
دار في هذه الندوة، وأكيد لا نستطيع أن نجيب على كل التساؤلات، لكن يمكن أنه نقطة فقط مثلا أختي زهرة، ممكن نقطة ممكن فقط. تراسلي الأستاذة جميلة، يعني نعم، ممكن نقطة تواصلي فقط معنا أختي زهرة. وتواصلي لو تستفيدي منها إن شاء الله. نعم نعم أكملي الأستاذة نجوى الله لأن يبارك الوقت فيك. يداهمنا. نقطة فقط، نعم. مادام هي قالت عنده نقص الانتباه وفرط في الحركة، تجزئ له المهمة. يعني عوض أن تعطيه نص كامل وتطلب منه قراءته، لا، تعطيه جملة، جملة فقط أو نصف جملة، نعم صحيح، هكذا تتدرج هذا أنت معه. نعم هذا أنت من العلاجات التي تكلمت عنها في نعم، الحلقة لو تابعتنا الندوة. نعم نعم أحسنتي أستاذة جميلة، بارك الله فيك. الله يبارك طيب فيك. الأستاذة سماح تريد أن تضيف شيء، تفضلي أستاذة نعم سماح. نعم دقيقة بس أزيد على الأخت بارك الله فيها، إن هي الأم لازم تروح المدرسة تشوف المدرس المدرسين تتفق معاهم على أسلوب معين، لأن الطفل ساعات مرات عايز يقوم يقرأ أو يحاول إن هو يقرأ، وبسبب معاملة المدرس الطفل بيكون عنده إحباط، فهي لازم تروح للمدرس تفهمه وتفهمه إن هو يشجعه، حتى لو قرأ خطأ تشجعه إن هو يقرأ ويقوم يقرأ ويشجعه بدون إن هو يسخر بيه أو يهينه ويحببه ان هو يقرا ازاي. نعم وطبعا صحيح، افراط للحركه تحاول تعمل له علاجات، اقول لها على بعض لو تتواصل خاصه اقول لها على بعض الاشياء اللي على الطبيعيه عشان ما نطولش تعملها ليه، ان شاء الله تحسن عنده، تقلل من افراط الحركه وفي نفس الوقت تزود عنده التركيز والانتباه. بس مهم جدا أحسنت. جدا ان هي ما تقعدش تتكلم قدام كل الناس ان هو ما بيعرفش يقرا، ده كويس نعم وبيقرا صحيح وتشجعه صحيح، وتحسن صورته قدام اقاربه وقدام المدرسين بالاخص، لان المدرسين ساعات بيبقوا سبب اساسي ان الطفل يجي له صدمه انه ما يعرفش ينطق ويبقى خايف يقوم يقرا ويبقى ان هو بيقرا غلط، بيحبطوه باسلوب ببصه بكلمه فبيخلي الطفل يحبط وما بقاش مشجع انه يقرا اصلا، يخاف. وجزاكم الله خيرا. طبعا نحن ليس كل الأساتذة، إنما البعض لا يحسن، لا يطبق الأمور التربوية بشكل جيد. عموما يعني أذكر هنا على الخاتمة، أذكر هنا قصة يعني ملهمة في هذا الأمر، أنه أحد الدكاترة الكبار الذين أصبح يعني ما شاء الله لهم مكانة مرموقة، يحكي أنه هو في صغره كان يعني نتيجة لظروف ومر بها كان غير مركز أبدا، وكان لا ينتبه واللي يعايره التلاميذ والأساتذة، فجاءت أستاذة أو معلمة جديدة فماذا صنعت له؟ أخذت بيت من الشعر، بيت من الشعر أعطته إياه وقالت له غدا أريدك أن تحفظ، يعني تصر أنه تحفظ هذا البيت فقط. جاءت في اليوم الثاني وسألت التلاميذ هل منكم من قرأ، أشارت إلى هذا البيت، فالتلاميذ طبعا ما لم يكن لديهم علم، لم يجب أحد، فهو تردد في البداية ولم يرفع يده إلا مترددا، لكنها شجعته حتى رفع يده وقرأ هذا البيت، فالتلاميذ استغربوا وصفقوا له ويعني زرعت الثقة في نفسه، كانت تفعل هذا معه يوميا، تمده بشيء ما وتجعل السؤال يتركز على هذه النقطة التي هي بينها وبينه، حتى أحب هو الدراسة وما شاء الله هو يحكي في قصته وتعلق من بعض وأصبح يعني دكتور يشار له بالبنان. فأحيانا بعض الأساليب السهلة ممكن أن تغير في حياة أبنائنا كثيرا جدا. حقيقة أنا شاكرة لكم جميعا، شاكرة للدكتورة نجوى، هي خرجت يعني يبدو عندها ظرف ولكن ما شاء الله أثرت الندوة في الجانب النفسي، وشاكرة لك أستاذة جميلة أبو حجة، ما شاء الله عليك أبدعتي في هذا التنوع الجميل في الطرح والواقعي والعميق من وحي خبرتك وتجربتك. كذلك شاكرة الأستاذة سماح، مدتنا بكثير من التفاصيل العلاجية والتغذية والعادات الصحية التي تساعد على التركيز التي نستفيد منها كلنا كبارا وصغارا. أشكركم جميعا على متابعتكم وعلى إصغائكم، نعتذر عن أي تقصير حصل منا، حتى نلتقي في منشط آخر من مناشط منصة المرأة المسلمة في أكاديمية الرواد الإلكترونية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذة زهرة، شكرا أخواتي، ربي يبارك فيكم. وفيك ربي يبارك إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا لكم، السلام عليكم.